رسميا النادي الاهلي بطل للكره الطائره لدوري 2017-2018. الف مليون مبروك اللاعبين، الف مبروك مليون مبروك الجهاز الفني كابتن محمد مصلحي. الحقيقه حسم النادي الاهلي الدوري قبل نهايه الدوري بجوله. مش لازم النادي الاهلي ينتظر الى مباراه الجيش المباراه القادمه، ولكن حسمها النادي الاهلي بدون ولا هزيمه. الف مليون مبروك، الحقيقه مكسب يشرف، مكسب جميل. كل المباريات سواء الدور التمهيدي او الدور النهائي مكسب. يمكن النادي الاهلي لم يخسر اكتر من شوطين على مدار جميع المباريات. الف مليون مبروك، الحقيقه الرجال يعني عهدوا، والحقيقه اوفوا بعهدهم ان هم ان شاء الله الدوري السنه دي، وربنا يوفقهم في البطوله القادمه وهي بطوله افريقيا. خلينا ارحب بضيفي الكابتن محمد شعراوي، مدير قطاع الناشئات للكره الطائره بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك يا عيسى. الف مليون مبروك النهارده، بطوله جميله، بطوله غاليه اتاخرت علينا شويه، بقى لها يمكن سنتين بعيد عنا، ولكن عادت لمقرها تاني. والله الف مبروك لجمهور النادي الاهلي والجهاز الفني والجهاز الطبي والاداري ومجلس اداره النادي الاهلي على البطوله ديت، لان احنا بقى لنا 3 سنين مش عارفين نكسب بطوله الدوري. صحيح. فالحمد لله ربنا اكرمنا السنه دي وبتعب الفرقه والمدير الفني اللي موجود معاها والامكانيات اللي وفرها النادي والنشاط الرياضي ومجلس الاداره، توفير كل الامكانيات للفرقه دي ان هي تقدر تكسب وترجع البطوله تاني للنادي الاهلي اللي هي طول عمرها ما بتخرجش من عنده. كابتن خلينا نقول ان يعني الاهلي كسب الدوري السنه دي بدون ولا هزيمه. يمكن كل النتائج وانا بستعرضها، خسرنا بس يعني شوط واحد قدام الطيران، وشوط يعني شوطين بس، شوط في مباراه امام الطيران وشوط تاني امام الطيران، ويمكن شوطين كمان امام الزمالك. يعني الحقيقه مكسب يشرف، يعني مكسب بالمرتاح. يعني احنا حتى خلصنا الدوري قبل مباراه الجيش القادمه. هو النادي الاهلي لعب حوالي 12 جوله في الدوري دهوت، ما خسرش ولا مباراه الحمد لله. وهدفه ما كانش بطوله الدوري، يعني انا متهيالي ان محمد مصلحي هدفه كله ما كانش بطوله الدوري اكتر من انه بيستعد لبطوله الدوري عشان بطوله افريقيا. صحيح. انا حاسس ان الفرقه شويه محمله. صحيح باين. لان هو طالع على معسكر وعايز يرجع يكون في قمه الهرم في بدايه بطوله افريقيا. فانا حاسس ان النادي الاهلي برده مش في قمه مستواه. محمل اللعيبه. محمل اللعيبه محمله. والمباراه برده يعني نقول ان المنافس مش قوي لدرجه ان هو يشد النادي الاهلي لفوق معاه. عشان كده انا شايف ان المباراه متوسطه من الناحيه الفنيه. مع كل الاحترام طبعا لكان النادي سموحه، نادي كبير وبيبذل مجهود كبير في الالعاب الجماعيه الحقيقه. كابتن يعني خلينا نقول النهارده عن تقييم الماتش الفني، اللاعبين بشكل كبير الحمد لله، الاصابات يعني الحمد لله ما فيش. يعني كلمني عن حاله اللعيبه، لعيب لعيب ومركز مركز يا كابتن. والله احنا بالنسبه لنا احنا كنادي اهلي العقل المفكر بتاعنا هو عبد الله عبد السلام. ما شاء الله النهارده ودايما ما شاء الله. يعني النادي الاهلي معروف انه دايما عنده احسن صناع العاب مصر كلها. عبد الله عبد السلام ده انا بعتبره عن نفسي الفاكهه بتاعت الفرقه. صحيح. العقل المفكر للفرقه كلها. عبد الله لما بيقف الفرقه كلها ممكن تقف معاه. صحيح. عبد الله عنده ميزه ان هو كلاعب فاهم كل اللعيبه معاه وعارف كل لعيب بيجيد في اي مكان والرفعه اللي هو محتاجها ايه. عشان كده عبد الله لما مجهوده بينزل الفرقه كلها بتنزل معاه. صحيح. بس ما شاء الله عبد الله النهارده عامل ماتش كويس جدا وقائد جوه الملعب وعارف يمشي مين وما يمشيش مين ويدي لمين الكره دي وما يديش الكره دي لمين. ساعد كتير قوي النادي الاهلي بارساله القوي. صحيح. اخر المباراه بالذات في اخر المباراه وفي اول شوط في المباراه. صحيح. عبد الله كان في اخر المباراه يمكن حسم كذا نقطه من يعني يمكن حتى لو ما كانتش بنقطه مباشره بس كان بيتعب جدا نادي سموحه في الاستقبال. لان احنا بدايه الهجوم بتاعنا بيبقى من خلال الارسال. صحيح. اما ارسال بيبقى قوي الاستقبال بتاع الفرقه الثانيه بيبقى ضعيف، بيبقى الهجوم بالنسبه لنا الهجوم اللي علينا بيبقى ضعيف برده مش بنفس القوه. صحيح. فده بيأثر عليك حوالي 40% 50% من اللعب. صحيح. فرقه سموحه فيها مجموعه اخطاء بس خلينا برضو يعني نؤكد ان احمد سعيد برضو حتى في المكان ده احمد سعيد جيد جدا. يعني جيد جدا، وكمان يعني لما يبقى عندك 2 صناع العاب احمد سعيد ما لعبش غير في الشوط الثاني في تغييره واللي ظهر بمستوى كويس جدا وكابتن ميدو بيعده. اللعيب الصغير اللي هو تحت 23 سنه اللي هو عبد الرحمن سعود ده كان اصلا بيلعب مركز 3 في منتخب الشباب وحاليا كابتن ميدو بيعده
عشان يكون في الست الاساسي في النادي الاهلي. ما شاء الله، فده حاجه كويسه جدا من كابتن نيل ان هو بيعيد صفه تاني. مكسب كبير اللي انت تكسب لاعب زي ده لسه طالع بيحط قدمه مع الدرجه الاولى. الحقيقه انت كده بتبني لقدام حتى، يعني كابتن محمد مصالح مش باصص بس على بطوله، ولكن باصص كمان يبني الفرقه وحطه مع مجموعه كبار عندهم خبره عشان يقدروا يزقوا ويسندوه لغايه ما يطلع فوق. صحيح. طب كابتن، الفرقه المفروض ان شاء الله ستسافر بعد ايام قليله بولندا ان شاء الله معسكر استعدادا لبطوله افريقيا، وحضرتك يعني توقعت من رؤيتك واحنا قبل الهوا ان الفرقه محمله، واكيد كابتن مصلحي عايز يكسب المباراه باقل مجهود عشان يرجع لافريقيا يكون على قمه الهرم الفني والبدني. خلينا نقول ان بطوله افريقيا اكيد مش هتبقى البطوله السهله، ولكن احنا سمعنا ان في فرق تونسيه كتير مش جايه، خاصه المباراه على ارض النادي الاهلي. والله هو عموما الفرق بتاعت الولاد اعدادها ما بيبقاش زي فرق البنات، يعني احنا النهارده عندنا بطوله افريقيا في النادي الاهلي سيدات فيها 19 فريق. صحيح. ودي اكبر عدد انديه حصلت على مستوى بطوله افريقيا كلها. احنا الكلام عنها بتفصيل، خصوصا حضرتك في اللجنه الفنيه كمان في البطوله. بالظبط. فاكيد حضرتك تابعت الفرق كلها واحصائياتها، ولكن احنا يعني هنقفل بس موضوع النادي الاهلي الرجال وفوزهم. يعني بطوله افريقيا بتهيألي يعني سامعين ان في فرق افريقيه مش هتيجي لبطوله الرجال، سامعين ان هيبقى نادي الجيش ان شاء الله مشارك من مصر، يعني بتهيألي برضو البطوله مش هتكون يعني بعدد الفرق اللي موجود فيها فريق البنات دلوقتي. هو اللي اكد لغايه دلوقتي اشتراكه النادي الاهلي طبعا، ونادي الجيش، ونادي سموحه، ومستنيين نادي الزمالك ونادي الطيران اذا كانوا هيشاركوا ولا لا. بالنسبه للفرق الخارجيه مفيش حد دلوقتي لغايه النهارده اكد اشتراكه. ولا فرقه من تونس حتى لسه، مفيش اي فرقه ولا الافريقي ولا اي، مفيش اي حد لغايه دلوقتي اكد اشتراكه. يمكن بعد بطوله السيدات ممكن يبقى فيه موافقات جايه. يمكن يا كابتن النادي الاهلي بيبقى بره، يعني بيلعب خارج ملعبه في البطولات دي بيلعب بمستوى كبير جدا، فالناس قالت لك طب انا يعني هاجد على ملعب النادي الاهلي بجمهوره وملعبه هيبقى الامور اصعب. بالظبط. فيمكن ده اللي مخلي الفرق مستصعبه انها تيجي. هو اهم عمل عندنا الجمهور. الجمهور خاصه جمهور النادي الاهلي بيحول فريق النادي الاهلي لبعبع جوه الملعب. صحيح. بيحرك الصخر. بيحرك اي حد، وفي نفس الوقت بيعمل رهبه للفرقه الاخرى. صحيح. يعني انت لو شفت ماتشات البنات او ماتشات الولاد، الجمهور اللي بيجي بيخلي الناس الملعب مختلف تماما لما بيكون في وجود جمهور. صحيح. طب كابتن، النهارده مباراه سموحه والاهلي تقدر تقول مين هو النجم؟ احنا قلنا عبد الله السعيد طبعا كان له دور، عبد الله عبد السلام كان له دور كبير. خلينا نقول مين تاني من اللاعبين اللي حضرتك كنت شايف النهارده اطمنت عليه بشكل كبير؟ احمد سعيد برضو من الناس اللي هي مهمه جدا في الفرقه. الاثنين لعيبه بتوع تلاتات، عبو وعادل، بس انا شايف ان عبو لسه مش جاهز او لسه في اصابه او تعبان شويه نوعا ما. وفي نفس الوقت الماتش ما كانش على المستوى اللي يخلي الناس دي تطلع او اللعيبه دي تطلع فول باور عندها. يعني احنا النادي الاهلي ما كانش في اختبار قوي عشان يقدر يظهر اللعيبه بتاعته بالقوه الحقيقيه بتاعته. كانوا بيلعبوا على قد المباراه. ده احتفال اللاعبين يا كابتن بعد المباراه، وخلينا اقول ان اللعيبه اجلت احتفالها بعد مباراه الزمالك اللي فاتت الاسبوع اللي فات اللي فاز بيها النادي الاهلي 3-1. اجلوا الاحتفالات تماما يا كابتن لغايه بعد مباراه سموحه، لان هم حتى لما سجلنا مع اللاعبين والجهاز الفني قال لك احنا لسه لم نحسم الدوري. فده برضو احساس بالمسؤوليه، والحمد لله يعني كملت بخير بالفوز النهارده على سموحه والتتويج بلقب الدوري. والله الحمد لله، يعني انا شايف في مجهود معمول جامد جدا مع الفرقه سواء من الكابتن محمد مصلحي او الجهاز المعاون له. كل الامكانيات مسخره لفرقه النادي الاهلي. صحيح. ان هي تفوز بالبطولات سواء اذا كانت بطوله محليه او بطوله خارجيه في بطولات افريقيا. صحيح يا كابتن. خلينا نقول برضو ان الفريق السنه دي استعد بدري، وكان عنده، خلينا نقول برضو اللعيبه ما اكتملتش بشكل كبير، لان كان في لعيبه مشاركه مع منتخب مصر، وكان شكري الجويني مع منتخب تونس، والحقيقه يعني اتلموا او اتمرنوا يمكن مع انطلاق الدوري. فده برضو مخلاش الفرقه يعني توصل للتوب فورم بتاعها فنيا الا مع انطلاق المباريات، وده اللي كان بيقوله دايما كابتن محمد. كابتن محمد بيقول دايما انا مش مستعجل، هتيجي واحده واحده، بس انا كاعداد كنا بنعتاد او تعدوا اللعيبه اغلبهم فرديا شويه، لان ما كانش فيه اعداد وكنا احنا بنحضر معاهم التدريبات. تعليق حضرتك على ده، ازاي كابتن محمد وصل معاهم من خلال الماتشات في وقت بيمرنهم والوقت التاني هو
باصص على الماتشات وعايز يكسب، فكان الموضوع صعب جدا السنه دي. محمد مصلحي من النوع الدؤوب في شغله، عنده صبر وصاحب رؤيه كويسه، اكتسب خبره كبيره من المدربين اللي اشتغل معاهم، سواء الكابتن احمد زكريا، سواء الكابتن ابراهيم فخر الدين، سواء الكابتن نور عطيه، سواء الكابتن فؤاد عبد السلام. اكتسب خبره وخد خبره من الاربع خمس مدربين اشتغل معاهم، فعنده المقدره انه يتعامل مع ظروف اللي زي كده، لان دايما النادي الاهلي 90% من لعيبته في منتخب مصر والجزء المتبقي موجود في النادي. طب كابتن استاذن حضرتك ان نروح لارض الملعب وزميلنا كريم احمد في ارض الملعب ولقاءات مهمه مع اللاعبين والجهاز الفني، اتفضل يا كريم. مستمرين معاك يا كابتن هيثم السعيد، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. محمد معوض احد نجوم فريق للنادي الاهلي، مبارك لك على الفوز ببطوله الدوري وحسمها بشكل رسمي قبل انتهائها بالنسبه طبعا لمباراه الجيش. مشوار طويل وصعب بالنسبه للبطوله، لو بنرجع شويه كده ورا المشوار كان عامل ازاي، الموسم بالنسبه لكم كان عامل ازاي، وازاي قدرتوا تحسبه قبل البطوله ده يا كابتن محمد؟ والله الحمد لله الف مبروك للاهلاويه كلها، كان مشوار طويل طبعا، انت بتلعب دوري فماتشات كتير، لعبنا مثلا 29 ماتش لغايه دلوقتي، الحمد لله ما خسرناش ولا ماتش. طبعا الدور التمهيدي بيبقى سهل يعني ما فيهوش ضغط عالي، الدور الثاني طبعا بيبتدي الصعوبه فيه، لعبنا كسبنا الحمد لله الزمالك ماتشين والجيش كسبناه ماتش، وبدنا نحسم الدوري قبل ما نلعب الجيش كمان ماتش، فده انجاز حلو، الدوري غايب بقاله كتير فالفرحه حلوه الحمد لله. انا يمكن بناكد على كلام الكابتن محمود الخطيب قال ان يمكن كل البطولات اللي بناخدها بتدخل في التاريخ واللي جاي هو الاصعب، عندنا البطوله الاصعب هي البطوله الافريقيه اللي بنتمنى لكم فيها اكيد كل التوفيق، مركزين ازاي يا محمد انتوا اللعيبه والكابتن ميدو وحاطين هدف ازاي في البطوله الافريقيه؟ والله فعلا زي ما حضرتك قلت احنا كنا مركزين نحسم الدوري من دلوقتي على اساس ان ماتش الجيش ما يكونش فيه ضغط خالص، احنا الحمد لله خلاص كسبنا الدوري على اساس ان احنا يعني من يوم الاحد مسافرين على طول معسكر راجعين بطوله افريقيا، طبعا بطوله افريقيا بطوله غاليه جدا برده علينا بالذات ان السنه دي في النادي، فان شاء الله مش تطلع من بره ايدينا باذن الله، فيعني نفرح النهارده بس كده ومن اول بكره ان شاء الله نقفل الصفحه ونركز في الجاي ان شاء الله. لو بخص الكابتن ميدو وكابتن تامر وكابتن محمد جمعه كل الجهاز، حابب تقول لهم رساله واللعيبه بعد المشوار الكبير بالنسبه لبطوله الدوري ده، تحب تقول لهم يا كابتن محمد؟ الله يبارك للعيبه كلها والجهاز بالذات، هو جهاز صغير يعني كانوا لسه اول سنه يمسكوا السنه اللي فاتت وكسبنا بطوله افريقيا بس، فدي بالنسبه لهم اول بطوله محليه والدوري غالي كان بقاله كتير غايب عننا، فببارك لهم طبعا وان شاء الله تكون اول بطوله وان شاء الله باذن الله نكمل السنه دي وسنين كتير معاهم ونكسب كل البطولات ان شاء الله. شكرا، تسلم. مبارك من جديد الكابتن محمد معوض كل رجال الكره الطائره ليا للنادي الاهلي على حسم بطوله الدوري العام، وفي خلال لحظات اكيد هيكون معانا الكابتن محمد مصلحي طبعا المدير الفني المحترم وصاحب الخلق الرفيع وصاحب الجهد الرفيع. الحقيقه طبعا بنشيد بالمديرين الفنيين اصحاب الخبرات وشباب كابتن محمد مصلحي كمان الكابتن تامر مجدي، حقيقه يمكن مجهود كبير الموسم ده ومنتظرين منهم الكثير في البطوله الافريقيه. مستمرين معاك يا كابتن هيثم، واكيد كمان بينضم لنا الكابتن محمد مصلحي طبعا المدير الفني لفريق النادي الاهلي، حابين طبعا نبارك له ونشكره على المجهود كبير. في البدايه طبعا لازم احييك واشكرك واقول لك مبروك على المجهود الكبير اللي انت بتقوم بيه يا كابتن محمد والجهاز بشكل كبير. الفتره اللي فاتت كانت صعبه بالنسبه لكم انا عارف، لكن حسم بطوله الدوري قبل انتهاءها ده يحسب للجهاز الفني اولا ثم للاعبين ثانيا. لا والله الحمد لله رجوع الدوري للنادي الاهلي بعد غياب ثلاث سنين ده مجهود، عايز اقول من السنه اللي فاتت كنا بنبني الفرقه يعني بمنتهى الامانه تم انهيارها تماما من 2014. الحمد لله شكرا لكل من ساهم في ان هو يبني فريق النادي الاهلي تاني للكره الطايره. بجد والله مجلس قديم والمجلس الجديد كلهم الحمد لله قلبهم على النادي الاهلي. الحمد لله ما زال البناء مستمر، ما زال كمان ان احنا ان شاء الله عايزين نلعب بطوله افريقيا ونكسبها، احنا لسه دي اول بطوله، لسه عندنا بطولتين، مضطر طبعا ان انا اقفل الدوري خالص، الحمد لله كسبناه، عندنا بطوله مهمه جدا في النادي الاهلي وان شاء الله نكسبها ان شاء الله. اصعب الامور والفتره اللي فاتت الصعوبات اللي قابلت كابتن محمد، انا عارف ان انت يمكن الفتره اللي فاتت تحملت على نفسك بشكل كبير، لك كنت مركز في بطوله الدوري ومركز مع الفريق فقط لغير وما كنتش بتسمع الامور الخارجيه دي، لكن اثرت عليكم شويه كابتن محمد مع اللاعبين، حابين برضو نحط الناس في الاجواء ده كابتن محمد. لا ضغط الماتشات كان كبير جدا علينا، ماتشات ورا بعض الاصابات عندي، انا عندي النهارده شكري جوني يمكن مصاب، يمكن الناس كلها يمكن شايفه ان هو ما لعبش، هو عنده اصابه في ركبته، اضطريت اشاركه في بعض الاوقات لان هو سيب باله كويس، الحمد لله كان عند حسن الظن. سعيد كان عليه ضغوطات شويه من الماتش الزمالك، انطلق وبدع النهارده كمان لما نزل، الحمد لله الولاد كلهم انا بشكرهم على الدوري، بس لسه قدامنا ان شاء الله شهر كمان نثبت فيه للناس ان احنا ان شاء الله قد المنافسه. البطوله الافريقيه الهدف الثاني بالنسبه لكم، وزي ما بناكد كل مره وبنقول يمكن الكابتن بيبو في كلامه قال البطوله اللي بتخلص بتخش في التاريخ والقادم هو الاصعب، كابتن ميدو مستعدين ازاي للبطوله الافريقيه ومنافسات شايفها ازاي يا كابتن ميدو؟ قدر النادي الاهلي قدر لعيبته ان هم يخشوا من بطوله لبطوله منافسه لمنافسه، وجماهير النادي الاهلي ما بتقبلش غير بالفوز،
الحمد لله. بقول لك الواحد كان عليه ضغوطات نفسيه كبيره جدا جدا من السنه اللي فاتت، ربنا يكرم ان شاء الله. واللعيبه دي احنا داخلين ان شاء الله معسكر بولندا، يمكن هنلعب ماتش الجيش ونطلع على المطار على طول ان شاء الله، معسكر 10 ايام في بولندا، نرجع بعديها على طول نخوض المنافسات البطوله الافريقيه. ربنا يخليك، شكرا. مبارك من جديد لكابتن محمد مصلحي، واحد من نجوم الفريق ومن نجوم التدريب في النادي الاهلي، ومن ضمننا كمان ايضا احد النجوم الكابتن عبد اللطيف عثمان. برحب بيك وبقول لك مبروك، بطوله مهمه، بطوله الدوري حسمها ده يمكن ينعكس عليكم بشكل كبير للتركيز في البطوله الافريقيه، وكمان يحسب للجهاز الفني ان احنا بنحسم بطوله الدوري قبل نهايتها بشكل رسمي. والله الحمد لله ان السنه دي الفرقه تستحق اكتر من كده، عاملين مجهود كبير جدا جدا، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نحسم البطوله قبل الماتش الاخير، وان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله عندنا تركيز في بطوله افريقيا ومعسكر، وربنا يكرم ان شاء الله ان احنا نقدر نحقق البطوله الجايه ان شاء الله. بتكلم على كابتن ميدو، التوليفه المميزه اللي هو عاملها للشباب مع الخبره، ويمكن هو كمان بيدي دفعه كبيره جدا، بنشوفه على الخط بيتفاعل معاكم بشكل كبير، ده بينعكس عليكم ازاي يا كابتن عبد اللطيف وانت واحد من نجوم منتخبنا الوطني قبل ما تبقى نجم في النادي الاهلي؟ والله بص يا كابتن محمد مصلحي، يعني من مميزاته الكبيره جدا روحه العاليه جدا مع الفرقه، وان هو قريب قوي من اللعيبه وحماس وزياده جدا معانا، وده يعني ده بيدي اللعيبه ثقه كبيره جدا جوه الملعب، والحمد لله ان احنا يعني قدرنا نوفر الشكل ده للفرقه، في لعيبه كبيره وفي لعيبه صغيره كويسه جدا، وفي يعني ان شاء الله المستقبل كبير جدا للفرقه ان شاء الله. البطوله الافريقيه ده التارجت الثاني بالنسبه لكم، الهدف الثاني ان شاء الله بالنسبه لكم، انا عارف ان انتوا طالعين معسكر ان شاء الله يبقى فيه فايده كبيره، مركزين ازاي في البطوله دي على ارضنا وسط جمهورنا بتبقى عبء شويه علينا كابتن عبد اللطيف؟ والله بص اقول لك حاجه، يعني احنا الحمد لله حامل اللقب وفايزين على البطوله في تونس، بس يعني ان شاء الله انت عارف احنا هنا برده ما بنقدرش نحتفل غير بالموسم كامل، ومش ببطوله لوحدها، لان احنا بنتحاسب على موسم بشكل عام، وان شاء الله الفرقه كلها مركزه ان احنا نقدر نكسب الثلاث بطولات ونحقق الثلاثيه ان شاء الله. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. مستمرين معاك يا كابتن هيثم السعيد، وفرحه طبعا كبيره بعد الحصول على بطوله الدوري العام، نجم النادي الاهلي ونجم منتخبنا الوطني عبد الله عبد السلام، مبروك يا عبد الله. طبعا حسم بطوله الدوري كان ليك دور كبير مع كل زمايلك طبعا في البطوله دي، لكن بيمثل لك ايه حسمها قبل انتهى بشكل رسمي؟ ده بيدل ان في مجهود كبير اشتغلته عليه الموسم ده يا كابتن عبد الله. طبعا الحمد رب العالمين، ببارك لكل جماهير الاهلي، ببارك للجهاز الفني المحترم، بجهاز اللعيبه الرجاله. طبعا الحمد رب العالمين استعدينا من فتره الصيف استعداد شاق، وفي تعب وفي اصرار وفي تركيز من اللعيبه. الحمد رب العالمين الدوري كان غايب 3 سنين، فطبعا انت النادي الاهلي متعود على المركز الاول، لازم ترجع الدوري تاني مكانه ببيته. الحمد رب العالمين ربنا كرم، ده راجع لاصرار وتركيز اللعيبه. طبعا الموسم طويل، ادوار تمهيديه ولعبنا دور تمهيدي ودور فاينل ايه دوت، الحمد رب العالمين في تركيز في اصرار من اللعيبه من الجهاز الفني، بقول لهم الف مبروك والحمد رب العالمين. بنأكد كمان على التوليفه المميزه اللي عاملها الكابتن ميدو، الخبره والشباب، وبعدين يمكن انتوا بتبنوا فريق، بتبنوا جيل، ورغم كده ان انتوا قدرتوا ان انتوا تحافظوا على القوام وتحققوا بطوله الدوري، ده ازاي بيمثل لكم ايه مع الجهاز الفني والفتره اللي جايه؟ بيحملكم حاجات كتيره جدا يا كابتن عبد الله. طبعا احنا بالنسبه للفرقه في عناصر جديده، في زي يوسف حمدي صافي ابن الكابتن حمدي صافي، طبعا ربنا يكرمه، عنده 19 سنه، عندنا محمد حماده، عندنا شريف، عندنا محمد رمضان اللي بالفريق، طبعا عاملين اندماج بين الخبره والشباب، والحمد رب العالمين في تركيز منهم، يعني بياخدوا تعليمات من الجهاز الفني ومن اللعيبه الكبيره، في انسجام بيننا احنا الاثنين، الحمد رب العالمين يعني في انسجام جامد، والحمد رب العالمين ربنا يكرم باذن الله. البطوله الافريقيه انا عارف انت واحد من نجوم منتخبنا الوطني وشاركت في اكثر من بطوله سواء مع النادي الاهلي او منتخبنا الوطني، لكن الفرق الكبير بين بطولات الدوري وبطولات الكاس والبطوله الافريقيه محتاجه تركيز اكبر يا كابتن عبد الله. طبعا اللعيبه بالنسبه للدوري المصري طبعا زي ما انت حضرتك عارف اللعيبه كلها عارفه بعضها، افريقيا بيبقى الموضوع مختلف عشان في بعض الفرق معاه محترفين، بيبقى الموضوع محتاج تركيز اكتر، محتاج تركيز زي الدوري يمكن اكتر كمان، فربنا يسهل ان شاء الله هنركز بطوله افريقيا باذن الله، وربنا يكرمنا ان شاء الله بيها باذن رب العالمين. ربنا يخليك، شكرا شكرا. بنشكر طبعا الكابتن عبد الله عبد السلام، واحد من النجوم. الزميل كريم احمد، شكرا جزيلا، لقاءات مهمه، شفنا كابتن محمد مصلحي قد ايه تركيزه، خلاص بطوله راحت بيركز بعد كده على طول على ان شاء الله التركيز كله مع بطوله افريقيا، ربنا يا رب ان شاء الله يكرم يعني كابتن محمد. يعني يمكن كابتن محمد مصلحي انا محتاج اتكلم اديله حقه، لانه تولى المسؤوليه منذ فتره، كان بيبني فريق، والحقيقه سنه بعد سنه كان بيبني الفريق مع الاحتفاظ برضه على الاقل بياخد بطوله او اتنين كل سنه. شفنا السنه اللي فاتت يمكن خسر الدوري والكاس وكان خد افريقيا، فكان دايما حريص زي ما بيبني الفريق، كان حريص انه يقدر ياخد بطوله او اتنين خلال المشاركات. والله هو محمد مصلحي تعب جدا السنه اللي فاتت عشان يبني الفريق دهوت، وكان شغال ناحيتين، ناحيه لعيبه المنتخب
اللي بيقوله وناحيه اللعيبه اللي ما بتروحش المنتخب. صحيح. فكان بيعمل مجهود مضاعف عشان يقدر يدمج الاثنين مع بعض، يرفع مستوى اللعيبه اللي موجودين عنده في النادي عشان يوصلهم لمستوى اللعيبه في المنتخب، لان لعيبه المنتخب بيحتكوا وبيسافروا معسكرات والتانيين قاعدين في النادي. فكان عمليه الدمج دي فيها نوع من الصعوبه عشان يوصل المجموعه اللي قاعده في النادي لمستوى اللعيبه اللي جايه من المنتخب. وبرضه عمل صفقات يا كابتن، يعني منعم لما انضم لل هو منعم جات له اصابه، والاصابه دي هي اللي اخرته. النادي الاهلي ناقص حوالي 30% من قوته بعدم وجود محمد عبد المنعم. ما هو الحمد لله هو رجع واحده واحده واطمنا على حالته، وان شاء الله هيشارك في بولندا فترات وممكن يلحق بطوله افريقيا. كان جاله رباط صليبي السنه اللي فاتت في البطوله اللي كانت في تونس، والحمد لله يعني تعافى منها بشكل كبير. ودي انا قصدي اقول ان في صفقات غير منعم وعبد الله عبد السلام رجع النادي الاهلي، ان شاء الله السنه الجايه احمد صلاح هيكون موجود مع النادي الاهلي باذن الله. يعني قصدي اقول لك ان كابتن محمد مصلحي اجتهد فنيا واجتهد كمان في استقدام صفقات جديده، خاصه حاله الحب اللي بينه وبين اللعيبه. يعني شفت اللعيبه دايما بتحبه، اي حد يتمنى يلعب مع كابتن محمد مصلحي، لان محمد مصلحي في ناس من الفرقه دي لعبت معاه. صحيح. هو لسه يعني سنه مش كبير قوي، يعني محمد مصلحي في لعيبه من فرقه النادي الاهلي كانوا معاه وزمايله، عشان كده هو قريب ليهم وهم قريبين له. صحيح. وفي حاله حلوه، هو عامل حاله حلوه مع اللعيبه كمان جدا، يعني هو متباسط جدا مع اللعيبه، يعني مش حاطط نفسه في درجه واللعيبه في درجه ثانيه خالص. لا، تشوفهم بيتغدوا مع بعض، بيخرجوا مع بعض، يقعدوا مع بعض، دي حته مهمه جدا في المدرب. وخلينا نشكر باقي الجهاز يا كابتن، يعني نشكر كابتن تامر مجدي المدرب العام، نشكر كابتن محمود جمعه مساعد المدرب، نشكر محمد زكريا محلل التقني اللي عليه دور كبير، نشكر ان شاء الله هيكون عليه دور كبير في افريقيا كمان طبعا محمد زكريا، هيثم عاطف اخصائي علاج طبيعي بنشكره، الحسن عبد المجيد مخطط الاحمال بنشكره، عبد الرحمن مكي مدلك، خالد ابو زينه مدير اداري، ايمن علي اداري، محمد شوكت طبيب الفريق. اكيد ما كانش الانجاز ده هيتم الا بكتيبه كامله وكل واحد عارف دوره وحاله حب ما بين الجهاز. يعني من زمان ما شفناش الاهلي بيحسم الدوري قبل نهايته بجوله. هو حاله الاستقرار للنادي الاهلي فيه دلوقتي هي اللي خلت فرقه الكره الطايره تبقى بالوضع ده. صحيح. الامكانيات اللي وفرها النشاط الرياضي ومجلس اداره النادي الاهلي دي ساعدت، او دي من اكبر العوامل اللي طبعًا ساعدت على استقرار جوه النادي طبعًا وجوه الفرقه دي. هيت النشاط الرياضي او مجلس اداره النادي الاهلي، يعني كان المعسكر بتاع النادي الاهلي اللي طالع دهوت كان ملغي، ما كانوش هيطلعوا، ما كانوش رايحين بولندا، ما كانوش هيسافروا، حتى فرقه السيدات ما كانتش مسافره، او فريق السيدات راح سلوفينيا. بس مجلس اداره النادي الاهلي اصر على انهم لازم يسافروا لانه طالب نتائج منهم. صحيح. والمعسكرات دي بتفيد، لان الاحتكاك الداخلي ما بيعملش اللعيبه على مستوى عالي. صحيح. لان المستوى برضو في مصر ضعيف نوعا ما. صح. فما فيش منافسه ما بين اي فرقه في مصر او داخل جمهوريه مصر العربيه مع النادي الاهلي سواء رجال او سيدات. صحيح. فلازم يكون في معسكر عشان يقدر يلعب مباريات تقدر تساعده وترفع من مستواه. خلي بالك كابتن محمد مصلحي قال لنا حتى في التسجيل اللي كان مع زميلنا كريم احمد، قال ان بعد مباراه الجيش بالليل على المطار على طول على بولندا. بالظبط. مفيش وقت نضيعه عشان بطوله افريقيا. هم هيسافروا يوم 12 وهيقعدوا 11 يوم، يرجعوا 23 يوم 25 انطلاق بطوله افريقيا. صحيح. هو هيلعب في حدود من 4 مباريات ل3 مباريات هناك. المباريات دي مهمه جدا عشان يوصل التشكيل المثالي للفرقه ويقدر يطلع بالفرقه بالمستوى اللي هو عايزه. طب كابتن، يعني نروح بعد اذن حضرتك لارض الملعب لزميلنا كريم احمد ولقاءات مهمه مع طبعا ابطال الانجاز النهارده، اتفضل يا كريم. انضم لنا كمان الكابتن محمد جمعه طبعا المدرب لفريق النادي الاهلي. كابتن جمعه طبعا برحب بيك ومبروك الفوز بالبطوله اولا وبالاداء المميز على مدار الموسم. انا عارف ان انتم تحملتوا الكثير خلال الفتره اللي فاتت بنبني فريق لكن حافظنا على القوام، حابب تقول ايه في النهايه بعد حصولنا على بطوله الدوري؟ والله طبعا في الاول بقول الحمد لله رب العالمين، يعني الدوري انت عارف طول عمره غالي على النادي الاهلي وعلى جمهور النادي الاهلي. طبعا ببارك لجمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي بالكامل، ببارك للعيبه، اللعيبه رجاله. السنه دي من اول موسم احنا تعهدنا ان احنا ما ينفعش ان الدوري ما يبقاش جوه النادي الاهلي، الحمد لله ربنا كرمنا. عندنا لعيبه كثيره جدا جدا تحملت على نفسها. النهارده شكري بيلعب وهو ركبته تقريبا مش قادر يمشي بيلعب، عبد الله نفس الكلام، الناس كلها حليم. فيعني اللعيبه يعني ما اقدرش اقول لهم غير متشكرين، انتوا رجاله فعلا واثبتوا للناس كلها ان انتوا رجاله وعلى قد المسؤوليه. الحمد لله رب العالمين. بطوله الدوري حاجه مهمه جدا جدا، خطوه اولى
بالنسبه للاستعداد لبطوله افريقيا اللي جايه ان شاء الله رب العالمين تبقى خطوه مهمه لينا، والكاس مصر باذن الله رب العالمين. ازاي هنجدد الدوافع؟ انا عارف طبعا لعيبتنا على ثقه كبيره وعلى درايه كبيره بالبطوله الافريقيه، لكن تجديد الدوافع وجلسات الجهاز الفني هتبقى عباره عن ايه قبل البطوله الافريقيه وقبل كمان المعسكر اللي انتوا هتطلعوه يا كابتن؟ والله انت عارف احنا دايما في النادي الاهلي البطوله بتبقى صفحه واتقفلت الحمد لله. احنا النهارده هنقفل صفحه الدوري طبعا، يعني لازم طبعا فاضل لنا ماتش الجيش، فريق محترم هنلعب على الماتش، لازم نكسب ماتش الجيش باذن الله رب العالمين. ما ينفعش نكسب الدوري نبقى خسرين اخر ماتش، ان شاء الله نكسبه. اللعيبه هنقفل الصفحه دي، هنطلع معسكر بولندا ان شاء الله، هنسافر يوم الاحد هنلعب هناك من 3-4 ماتشات اقويه جدا ان شاء الله، نبدا بالتدرج ونرجع ان شاء الله. اللعيبه نبدا معاهم مرحله الاستشفاء في الفتره اللي جايه، وان شاء الله نرجع من معسكر اوروبا ان شاء الله جاهزين لبطوله افريقيا باذن الله رب العالمين. ربنا يخليك، شكرا. مستمرين معاك يا كابتن هيثم السعيد، ومن ضمننا كمان اللواء خالد ابو زينه اللي يمكن صاحب مجهود كبير سواء بقى في البطوله الافريقيه للكره الطائره، وكمان النهارده بهنيك وببارك لك على حصولك على بطوله الدوري العام. مجهود كبير الموسم ده على ما اعتقد يا سياده اللواء، حابب تقول ايه للرجاله والجهاز الفني المميز ده؟ الاول يعني احب اشكر مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الراجل القدير المحترم كابتن محمود الخطيب اللي متابعنا. تاني حاجه بشكر مجلس الاداره ونائبه الوزير العمري فاروق، بشكر اللعيبه الجهاز ادوا مجهود قوي جدا خاصه بعد فقدان 3 سنين لبطوله الدوري. استعادتها لينا لدولاب النادي الاهلي ده بيمثل اهميه كبيره جدا، لان انت عارف بطوله الدوري بالذات دي بيبقى لها اهميه كبيره جدا في النادي الاهلي. فالحمد لله استطعنا ان احنا نحصل على بطوله الدوري بعد 3 سنين، ده شيء كنا بنتمناه. اللعيبه اتحملت مسؤوليه كبيره في حصول الفريق على النادي على بطوله الدوري. عندنا حضرتك زي ما حضرتك قلنا في الاسماعيليه، عندنا حضرتك جوله ثانيه وماراثون ثاني، وخاصة ان انا احب اقول برضو معلومة للسادة المشاهدين ان لغاية دلوقتي 30 فريق عايزين يشاركوا في بطولة افريقيا. حتى كنت بسأل المدير التنفيذي للاتحاد مدام هويدا موندي، فبقول لها انت هتعملي ايه في المأزق ده؟ قالت لي احنا مش هنقدر اكتر من 24 فريق، فعلى اساس اللي هيسبق بسداد المبلغ هو ده اللي هيشارك. عندنا 4 فرق من مصر، 3 مع النادي الاهلي، سموحة ونادي الطيران ونادي طلائع الجيش مع النادي الاهلي، يعني في 20 فريق جايلنا من بره، اكتر من 13 14 دوله. البطوله بتاعت افريقيا ليها شكل تاني ورونق تاني، علينا عيب لان احنا حاصلين عليها السنه اللي فاتت. حصولنا السنه دي باذن الله باذن الله باذن الله على البطوله بياكد صدارتنا افريقيا وفي مصر الحبيبه. النقطة الثانية ان حضرتك بتنظم بطولة افريقيا في مصر، ده بيقول الامان، مصر الامان، مصر امنة، تمام. دي مؤسسة كبيرة، مؤسسة النادي الاهلي، مؤسسة لا يستهان بها، تنظم 3 بطولات في 40 يوم، ده بتدي مسج كده للدنيا كلها ايه هو النادي الاهلي، ايه هو معنى النادي الاهلي. النادي الاهلي قياداته الممتازة اللي موجودة من اعضاء مجلس الادارة المهندس القدير محمد الجرحي والمهندس الاستاذ محمد الضماطي مع الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، اللي تعبانين مع الناس ومجهود خفي وجنود مخفي خفاي اداره النشاط الرياضي مع الفريق. طبعا انا عايز اقول لحضرتك احنا ما وصلنا له ده كان مجهود عرق زي ما حضراتكم شفتوه والناس شافته، اتبرمج في المباراه والمباريات السابقه. لسه عندنا ماتش الجيش، احنا بنتمنى ان احنا نفوز على طلائع الجيش علشان نكون حصلنا على بطوله الدوري بدون اي هزيمه، واخد بال حضرتك. وبعديها هيبقى عندنا جوله في بولندا 10 ايام، البطوله حضرتك بدايتها 25 مارس. زي ما قلت لحضرتك الولاد البطولة دي رفعت نفسيتهم عالي جدا، خدوا ثقة كبيرة جدا. إن شاء الله إن شاء الله بنشكر كل من وقف وساند فريق النادي الأهلي، بنشكر الجمهور، بنشكر مجلس الإدارة، بنشكر رئيس مجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس الإدارة، بنشكر كل الناس اللي سندت الفريق في الجولات بتاعته. بنتمنى ان شاء الله الالعاب الصالات وفريق الكره الطايره التوفيق واستعاده المجد والرفعه في النادي الاهلي، نادي اللي ما قصرش مع اي حد، تمام. وبنتمنى ان شاء الله ان تكون بطوله افريقيا لائقه ومشرفه للنادي الاهلي
فريقا وتنظيما باذن الله. ومتشكرين جدا لقناه النادي الاهلي اللي مساندانا، وبنشكر حضرتك وبنشكر كل القناه اللي هي مساندانا في كل الوقت ومعانا في المسيره كلها. فبنشكر النادي الاهلي، قناه جميله ان شاء الله، وباذن الله من نصر للنصر باذن الله. شكرا، شكرا. كل الشكر والتقدير من جديد للواء خالد ابو زينه وكل نجوم فريق للنادي الاهلي، اعضاء مجلس الاداره بنهنيهم ونبارك لهم طبعا على الحصول على بطوله الدوري العام. مجهود كبير زي ما بناكد طبعا، الموسم بيبقى شاق، بيبقى فيه اصابات، بيبقى فيه اجهادات، الامور بتبقى صعبه جدا بالنسبه لنا، لكن الحمد لله بنقدر نقول مبروك 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 للنادي الاهلي. وزي ما بناكد، حسم البطوله قبل انتهاء بشكل رسمي ده بيعود للجهاز الفني، بيعود للاعبين، بيعود على مدير النشاط الرياضي الكابتن رؤوف عبد القادر، بيحاول ان هو يوفر ويذلل كافه الاصعب. اكيد بينضم لنا كمان الكابتن مجدي طبعا المدرب العام لفريق النادي الاهلي. مبروك يا كابتن تامر، مجهود كبير وحسمنا بطوله الدوري قبل انتهاءها، وده اللي بناكد عليه. ده مجهود كبير اولا للجهاز الفني اللي بيحاول ان هو يبني فريق من اول وجديد، لكن كمان ان انتوا تحسموها قبل الانتهاء ده يحسب ليكم اولا يا كابتن تامر. اشكرك طبعا، والف الف مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. والحمد لله احنا استعدينا كويس قوي السنه دي، اتعلمنا من اخطائنا، قدرنا يعني نجهز الناس كلها معانا، لعيبه تحت السن، يوسف الصافي ومرجان وعمر ياسر، الناس دي ابتدينا ندعمها مع اعمار السن صغيره وناس خبره وناس جبنا برجوعه طبعا عبد الله عبد السلام مايسترو والنادي الاهلي صنع العاب. قدرنا الحمد لله ان احنا ندعم السنه دي بقى عبد الله وحسام، بقى عندنا من احسن الناس معدين في افريقيا مش في مصر بس، مع حليم وعادل، وجبنا شكري محترف. قدرنا ان احنا الحمد لله نجهز احمد سعيد اللي كان مفاجاه الدوري السنه دي، والحمد لله قدرنا ان احنا نجهزه. والحمد لله معانا عبد الرحمن كان مع حليم، معانا خبره زي تيفا. الحمد لله كابتن محمد مصلحي يعني اقدر اقول لك ان هو عمل توليفه جميله جدا ما بين اعمار كبيره وما بين اعمار متوسطه وما بين اعمار صغيره. قدرنا الحمد لله ان احنا السنه دي نقدر ان احنا زي ما حضرتك شفته والناس شافت الفرقه الحمد لله لاخر ماتش او لقبل الماتش الاخير، الفرقه واقفه على رجليها كلها، كل الناس بتشتغل. طبعا انا بشكر كابتن حسن على مخطط الاحمال على المجهود اللي هو عمله طبعا مع الفريق. قدرنا الحمد لله زي ما انت شايف الفرقه واقفه على رجليها لاخر ماتش، عندنا الناس غيرنا تغييرات كتير طول الموسم، ولغايه وقتنا هذا الحمد لله قدرنا ان احنا يبقى عندك قوام فرقه من 18 لاعب بتقدر تشيل وتحط زي ما انت عايز، عندك دكه كويسه جدا. دي ريحت الكابتن محمد مصلح طول الموسم ان انت قدرت تشتغل على نفسك في طول السنه ان شاء الله. الحمد لله. البطوله الافريقيه شايفها ازاي بالنسبه لنا؟ عليها تركيز كبير، انا عارف ان انتوا هتطلعوا تعملوا معسكر للاعداد ان شاء الله تستفيدوا منه بشكل كبير يا كابتن تامر، لكن البطوله الافريقيه بتمثل لنا ايه وشايفها ازاي يا كابتن؟ طبعا بتمثل لنا حاجات كتير قوي، زي ان اول حاجه ان البطوله عندك في ملعبك، دي ضغط لوحده. تاني حاجه احنا لسه قدامنا ماتش طلائع الجيش يوم الاحد ان شاء الله بامر الله باذن الله نكسبه ان شاء الله، يبقى انت قدرت ان انت تفوز السنه دي من غير ولا هزيمه في كل المباريات، تبقى صفحه وانتهت بتاعه الدوري. بعد كده زي ما حضرتك قلت ان احنا طالعين معسكر مرحله ثانيه، بتبتدي تعالج الاخطاء اللي انت وقعت فيها طول الموسم، بتبتدي ان انت تشتغل تعرف القوة بتاعه الفرق اللي هي هتبقى قويه في البطوله الافريقيه. بيبقى معانا بعض الماتشات للفرق الثانيه اذا كان فرق من الجزائر او من تونس او ايا كان، فبتبتدي تشتغل عليهم، بتبتدي تعالج الاخطاء، بتبتدي تبني تاني لو فيها اي حد عنده بعض التقلصات او اي حاجه بنهايه الموسم، بس الحمد لله ده ما فيش عندنا، فبتبتدي تعالج الكلام ده كله في خلال المعسكر، وبتبتدي تستعد ان شاء الله للبطوله. البطوله بيبقى لها ترتيب خاص زي ما انا قلت لحضرتك، بتبقى في النادي الاهلي. الحمد لله قدرنا ان احنا نجيبها تاني النادي الاهلي عشان الجمهور النادي الاهلي يخش ويفرح تاني ويدخل يشجع فرقته، وربنا يوفقنا ان شاء الله وتبقى مرحله تانيه باذن الله مع النادي الاهلي. الله يبارك فيك واشكرك، متشكر جدا. نشكر من جديد لكل نجوم فريق النادي الاهلي، الجهاز الفني، اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي على بطوله الدوري العام، واكيد نبارك من جديد للنادي الاهلي في الكره الطايره انسات في حصولهم على البطوله الافريقيه. مستمرين معاك يا كابتن هيثم السعيد، كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ولقاءات خاصه هنا من طبعا نادي الشرطه اللي كان بيستقبل مباراه الاهلي وسموحه. الزميل ليك لقاءات مهمه، كل التوفيق للفريق الاول لكره الطايره رجال ان شاء الله في مباراه نادي الجيش اللي فاضله في الدوري يوم الاحد، وان شاء الله معسكر بولندا كل التوفيق ليهم عشان بطوله افريقيا. يمكن كابتن خالد ابو زينه قال كلام، قال ان في 30 فرقه بعته بيريدوا الاشتراك في بطوله افريقيا. حقيقه لما بينظم النادي الاهلي بطوله
بيبقى الكل بيتسابق عشان يشارك فيها، لان الكل عنده ثقه كبيره ان اكيد النادي الاهلي سينظم البطوله على اكمل وجه، وده اللي شفناه حتى في بطوله السيدات، وشفنا قد ايه 19 فريق شارك. دي حقيقه يعني مش بنتكلم على ارقام يعني من دماغنا، اللي شارك دلوقتي 19 فرقه في اكبر بطوله شارك فيها عدد فرق. كل الناس جايه عارفه ان التنظيم هيكون ناجح، فاكيد كله جاي بيقول لك اكيد هيستفاد. يمكن كابتن محمد 30 فرقه يعني الحقيقه هو بيقول لك 24 فريق هو اللي يقدر يشارك فقط ماكسيموم، عشان لما يجي يقسم يقدر يقسم على المجاميع. صحيح، هو تقريبا بيعمل حوالي 6 مجاميع، كل مجموعه فيها 4، يبقى 24 فرقه. بياخد 24 فرقه وبياخد اول وثاني واول وثاني من كل مجموعه. صحيح، وفي 3 فرق كمان مشاركه من مصر غير النادي الاهلي التوام. هو ممكن يدي وايلد كارت لبعض الفرق. يعني مثلا في مصر النوات ممكن يدي وايلد كارد مثلا لاي فرقه من الفرق عايزه تشارك. يعني هو اللي تاكد دلوقتي الطيران وسموحه والجيش. لا، اللي تاكد دلوقتي اللي انا واثق منه سموحه والجيش والاهلي، دول الثلاثه. لسه الطيران والزمالك. لسه وزاره الطيران والزمالك. الزمالك لا، لم يتم حسم امر اشتراكهم من عدمه. بالظبط، انا بس عايز اسير نقطه. اتفضل يا كابتن. ان النهارده النادي الاهلي بيبني فرقه جديده. صحيح يا كابتن. يعني اما نبص نلاقي في ال 17 او ال 18 لعيب المسجلين في 4 كانوا بيلعبوا في بطوله العالم تحت 19 سنه. نعم، ما هو ده يا كابتن. ما بص، شوف انا مش قصدي اقطع حضرتك، بس هو ده اللي عمله كابتن محمد مصلحي. كابتن محمد مصلحي الحقيقه انا بحب يعني اتكلم وادي له دوره ليه. هو تولى المسؤوليه منذ حوالي 3 سنين، كان في مشكله في الفرقه. بالظبط، وكانت الفرقه نازله بشكل كبير ولاعيبه مشيت عشان تبني فرقه. هو بيعمل ايه دلوقتي؟ هو ما شاء الله عنده فرقه دلوقتي كويسه جدا، بس هو باصص كمان 5 سنين هيحصل ايه. هو اللعيبه الصغيره ديت لازم تطلع على اكتاف اللعيبه الكبيره. صحيح، لازم اللعيبه الصغيره دي تلاقي حد كبير ياخدها جوه الملعب. وقال اساميهم يوسف حمدي الصافي، يوسف ويوسف مرجان، يوسف مرجان، وعندنا عمرو ياسر سعيد، عمرو ياسر، وعندنا سعيد. عبد الرحمن سعودي اللي هو لعب عبد الرحمن النهارده في الشوط الثالث. بالظبط، فدول الاربعه دول ممكن يبقوا قوام فرقه. صحيح، من الصغيرين ولسه هيطلع عليهم ولسه عمرهم كمان. في جيل ثاني طالع عليهم، فدي ميزه في النادي الاهلي ان الاجيال متواصله. ما دي انا بقول لحضرتك، هي دي الفكره، ان انت تطمن. مش بس دلوقتي يعني شفنا كابتن تامر مجدي المدرب العام وهو بيقول لك ان عندي في البنش بلايرز ما عنديش اي مشكله، ده طالع ده نازل ما عنديش مشاكل. بيتكلم انه احنا بنشارك 4 أو 5 صغيرين عشان احنا باصين لقدام كمان، عايزين دول يبتدوا يشيلوا. الفرقه الكويسه او الفرقه الكبيره بيكون في تواصل اجيال فيها. صحيح، ما ينفعش ان انا ابقى عندي فرقه كويسه قوي وما عنديش تحت دكه كويسه او ما عنديش ناشئين طالعين ليهم. نعم، عشان ده يسلم ده. صحيح، وده طول عمر النادي الاهلي بيعمل كده في جميع الالعاب. جيل بيسلم جيل، جيل بيتفرج على الجيل الاكبر منه، والجيل الكبير بياخد بايد الصغير يطلعه معاه لغايه ما الدور الكبير بينتهي، الصغير ده بيلاقي مكانه جوه الملعب. طب كابتن قول لي، يعني النهارده برضه محتاجين نطمن شويه على شكري. يمكن شكري الجويني لاعب المحترف خرج بيشتكي من ركبته شويه، بس هو لعب، هو ما خرجش عشان اصابه، بس هو واضح ان في تحميل على اللعيبه. الموسم كان طويل ومجهد، برضو الارضيه اللي بتلعب عليها ارضيه قاسيه شويه، يعني ارضيه اتحاد الشرطه برضو ارض قاسيه شويه، يعني ارض الترفليكس دي بتبقى متعبه للركب. يعني في وقت نلحق نعمل استعاده استشفاء لبطوله افريقيا ولا لا؟ متهيألي ان ميدو حاطط في البرنامج بتاعه موضوع الاستشفاء ده بطريقه قويه جدا عشان يقدر يرجع اللعبه دي زي ما كانت. وانا انا متهيألي ان اللعيبه محتاجه يوم او يومين راحه. اكيد اليوم او اليومين دول مع الاستشفاء والتدريب الخفيف اللعيبه هتبدا تطلع. يوم الاحد مباراه الجيش النهارده الجمعه، عندك سبت حد، بس هو طبعا كابتن محمد هيبقى نازل يلعب الجيش للفوز، هو ده النادي الاهلي. بالظبط، بس هو برضو اللعيبه وهي نازله مش مشدوده وحاسه ان هي كسبانه، بيبقى اللعيب برضو ما يعملش المجهود عالي قوي قوي، ما يبقاش تعبان. صحيح، ما يبقاش في حمل كبير عليه، لأن ولا نفسيا ولا معنويا، لان النتيجه هتبقى تحصيل حاصل. فبالنسبه له مش ضغط عصبي ولا بدني. على الاقل ممكن يعني انا عن نفسي انا عارف ان محمد ممكن يلعب بجزء من الناس اللي على الدكه عشان يريح الناس المصابه. لازم، يعني ممكن ما يلعبش المحترف، ممكن يلعبش لعيب تاني ينزل مكانه. صحيح، ممكن لو عبد الله في اصابه او في حاجه عشان يكسبوا لبطوله افريقيا الناس دي لازم ترتاح شويه، فيدي فرصه لعيبه تانية. يمكن اللعيبه التانية اللي قاعده على الدكه دي تظهر بمستوى جيد. صحيح، يبقى انا النهارده شديت ده مع ده. صحيح. طب كابتن برضو احنا مصر كلها فيها مشكله في مركز 4. خلينا نقول ان ما عندناش وفره في اللعيبه في مركز 4، واللاعب اللي في مركز 4 بيطلع كويس بيقعد لعمر طويل، لان بيبقى صعب يعني انه حد يستبدله. اخبار المركز ده عندنا ايه؟ يعني طمنا على المركز ده خاصه في النادي الاهلي. والله احنا عندنا احمد سعيد من الناس اللي بيجيدوا جدا في مركز 4، بس هو قلب، هو ما كانش 4، هو كان قلب بيلعب في 2 وقلب بالزبط. عشان نحتاج الفرقه عشان محمد عبد المنعم. طبعا محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم ان شاء الله بس ادى اداء كبير جدا. انا بقول لحضرتك النهارده محمد عبد المنعم لما يجي يرجع تاني، واحمد سعيد يرجع، عندنا يوسف
صافي ان شاء الله ده لعيب له مستقبل كبير جدا في مركز أربعة في بطوله العالم اللي فاتت. فانا مش شاعر ان في مشكله في النادي الاهلي، ممكن على مستوى منتخب مصر ممكن يكون في مشكلة. انما في النادي الاهلي مفيش مشكله بالنسبه للاربعات. وحتى البدائل بتاع صناع اللعب، يعني احنا عندنا عبد الله، في بعدي حسام، وفي عندنا يوسف مرجان. طب كابتن استاذن حضرتك، احنا معانا يعني يعني على الهاتف الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بنادي الاهلي. الف مبروك يا كابتن رؤوف. الله يبارك فيك كابتن هيثم. ما شاء الله كل يوم بطوله وكل يوم حاجه تشرف، والتنظيم رائع لبطوله السيدات، والحمد لله النهارده حسمنا بطوله الدوري، وكابتن محمد شعراوي هنا بيمثل حضرتك وبيقول لك الف مبروك. حبيب قلبي طبعا كابتن شعراوي، الف مبروك كابتن رؤوف. الاستوديو صانع العاب فريد في تاريخ النادي الاهلي، وربنا يخليك يا كابتن رؤوف، والف مبروك يا نادي الاداري. فتنور يا كابتن شعراوي. هو بيقول لحضرتك الف مبروك، ويعني طبعا بيأكد ان ما شاء الله مجهود كبير بيبذل. بس يا كابتن رؤوف بقى على حضرتك الاجهاد، حاول تريح شويه. عنده بطوله افريقيا، عنده بطوله افريقيا زينا زي بعض كده. يعني اللي انا عايز اقوله ايه، انت تريح نفسك يا كابتن هيثم. وانا اريح نفسي. مفيش راحه، مفيش راحه الا بعد المكسب ان شاء الله يا كابتن باذن الله. الحمد لله الحمد لله. في البدايه طبعا ايه، قال هي ملحوظه صغيره، احنا عندنا بعد بكره المباراه النهائيه مع نادي الجيش. صحيح نتيجتها لا تؤثر في احراز النادي الاهلي لبطوله الدوري، لكن احنا كما يعني تعودنا ان احنا بنأجل فرحتنا لحين انتهاء الدوري تماما، لان يهمني باذن الله مباراه الجيش عشان النادي الاهلي ينهي البطوله دون اي هزيمه. ده مطلب جماهيري، ف يعني بطلب من الجميع ضبط النفس وعدم الاحتفال لحين الانتهاء من مباراه بعد الغد مع نادي الجيش باذن الله. كابتن رؤوف طول عمرك يعني هو ده توجهك، مفيش احتفال الا لما نخلص الماتشات كلها. حتى يعني سيدات الطايره لما كانوا معايا الضيوف اللي لعبوا مع حضرتك بيقولوا كابتن رؤوف ما بيهزرش على طول، دايما محتاج البطوله حتى لو ماتش مش مفارق. يعني يمكن انت سبقتنا في الكلام واكدت ده على الهواء دلوقتي يا كابتن. يعني هي دي الحقيقه، يعني احنا اتعلمناها يعني جيل من بعد جيل في النادي الاهلي، ان ومش كده وبس، يعني حتى لو باذن الله احنا بطوله الدوري حسمت، لكن احنا عندنا هدف كبير جدا يوم 25 عندنا بطوله افريقيا. فلو انشغلنا باحتفالات او اي حاجه يعني هتلفت نظرنا عن البطوله الاخرى الافريقيه اللي المعسكر هيبدا يوم الاحد باذن الله. الفرقه هتسافر بولندا، وتملي احنا بنأجل فرحتنا تملي في نهايه الموسم بعد ما نعد الالقاب اللي احنا احرزناها سواء بطوله دوري، بطوله كاس، بطوله افريقيه. ففي البدايه طبعا انا لازم ببارك للجهاز الفني والاداري والطبي واللاعبين، لكن بقول لهم هنبارك لكم بقى اكثر واكثر باذن الله يوم الاحد لما تنهوا البطوله. وطبعا انا بهدي هذا الفوز لجماهير النادي الاهلي، وايضا الى مجلس اداره النادي الاهلي اللي الحقيقه من يعني من ساعه ما تم تعييني ما فيش مطلب واحد للفرقه الرياضيه يعني اتاخرنا عنه، وبتلبى طلبات جميع المديرين الفنيين. فبقول ان ده جهد وعرق للجهاز الفني والاداري والطبي، بقول لهم الف مبروك وبحييهم، وبقول لهم لكن كملوا لنا الفرحه باذن الله يوم الاحد، ونأجل فرحتنا لغايه يوم الاحد باذن الله. طب كابتن رؤوف يعني معلش، بسفر بولندا معسكر بولندا، انا سمعت ان حضرتك يعني اصريت على المعسكر الخارجي استعدادا للبطوله، يعني طمنا المعسكر هيكون كام مباراه؟ هيقعدوا كام يوم في بولندا يا كابتن؟ هو السفر باذن الله يوم الاحد، وهيرجعوا يوم 22 يعني قبل ميعاد البطوله بثلاث ايام. هنلعب فيها اربع مباريات وديه كلها مع انديه الدرجه الاولى في بولندا، ومعروفه طبعا بولندا من الفرق العاليه جدا في الكره الطايره. اهم كده اهم حاجه ان احنا مطمنين على مكان المعسكر والتدريبات، وده في حد ذاته يعني لما تاخد لعيبتك وبتبعد بيها عن اي جو وتركز معاها ده المطلوب، زائد احتكاك قوي. يعني زي ما حضرتك شايف النادي الاهلي النهارده بيحرز بطوله الدوري باذن الله ويكملها على خير يوم الاحد دون خسائر، فبالتالي احنا محتاجين يبقى في احتكاك اقوى. فالاحتكاك ده موجود طبعا في الدور الاوروبيه، والحمد لله يعني مجلس اداره النادي وافق على معسكر للبنات في سلفينيا، راحوا سلفينيا ورجعوا وهم
الحمد لله يعني المسيره بتاعتهم لغايه دلوقتي بطوله افريقيا، لكن برضه يعني احنا لا يكفينا الا الفوز باذن الله ببطوله افريقيا للسيدات، وايضا وافق المجلس على سفر الرجال بولندا لتوفير الاحتكاك المناسب والقوي ليهم، وبرضه بعد ما هيرجعوا باذن الله دعم النادي ليهم. احنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا، والتوفيق من عند ربنا باذن الله، ربنا يوفق فريق. طب كابتن يعني فريق الرجال او بطوله افريقيا للرجال كم فرقه يعني اكدت الحضور؟ يعني هيبقى هنشوف 24 فرقه بتشارك ولا ممكن يكون اقل او اكثر؟ دي قنبله بقى يا كابتن بقى، يعني النهارده جالي جواب 30 فرقه طلبت المشاركه في البطوله. ما شاء الله ما شاء الله يا كابتن. طبعا لائحه الاتحاد الافريقي بتسمح بوجود 24 فريق فقط ماكسيمم. الاتحاد الافريقي رد على جميع الفرق اللي طلبت المشاركه، قالت ان الاولويه هتكون للي هيسدد رسم الاشتراك للاتحاد الافريقي، هتكون لي الاولويه في المشاركه عشان يرفع الحرج على الفرق الافريقيه كلها. فمنتظر انه هيكون في حدود 24 فريق، واحنا بنقول البنات 19 فريق وادي الولاد، ده نجاح لمصر. بالظبط يا كابتن يعني بالظبط، نجاح لمصر والامن والامان اللي موجود، وان اكبر اعداد عمرها يعني ريكورد، قبل كده ما فيش اي بطوله شارك فيها مثل هذه الاعداد، فده وسام على صدر النادي الاهلي، وكلنا سعداء عشان نقول للعالم كله اهي مصر بلد الامن والامان بالظبط يا كابتن. البطولات الرياضيه بالظبط يا كابتن، ودي حاجه يعني تستدعي الفخر. احنا الحقيقه فخورين جدا بحاجه زي كده. كابتن محمد شعراوي عايز يسال حضرتك سؤال يا كابتن رؤوف. اتفضل يا كابتن محمد. اتفضل كابتن رؤوف، احنا مش هنبارك لك غير ان شاء الله يوم الاحد، ونكون على الهواء ان شاء الله ونبارك لك يوم الاحد بالفوز، مش هنبارك لك النهارده. وبشكرك على تعبك وعمل المجهود اللي انت عملته عشان مجلس الاداره يوافق على المعسكرات بتاعت فرقه البنات وفرقه الولاد، وبنشكر اعضاء مجلس الاداره ومجلس اداره النادي الاهلي كله على الموافقه على المعسكرات دهيت، وان شاء الله ان شاء الله نتوج ببطوله افريقيا انسات ورجال ان شاء الله. الله يبارك فيك يا كابتن شعراوي، وطبعا انت وجودك في جهاز السيدات اضافه كبيره، وباذن الله يعني كلنا ببطاقه واحده لخدمه النادي الاهلي وفرق الكره الطايره وخاصه فرق السيدات، واللي كلنا قلوبنا معاها دلوقتي، وباذن الله باذن الله من خلال البرنامج والاستديو بتاعكم بناشد الجماهير، يعني مؤازره الفريق يعني لغايه دلوقتي الماتشين اللي لعبوا النادي الاهلي قلنا اول يوم كان يتزامن مع فريق كره القدم، كان في حجه لعدم وجود الجماهير، لكن الماتش بتاع امبارح برضو ايضا انا شايف يعني في تقصير شويه، فانا بدعو لجماهير النادي الاهلي ان هي تملا الصاله، وخاصه احنا في الدور التمهيدي يعني ممكن نتقبل هذا، ولكن في المباريات اللي بعد كده اعتبارت من يوم السبت هتبقى مباريات دور الثمانيه وبعد كده قبل النهائي والنهائي، ارجو كما عودتنا جماهير النادي الاهلي الوقوف جانب فرقتها، لان زي ما بنقول ان الجمهور هو اللي عندنا في الفولي، بنقول اللعيب رقم سته، لان احنا عندنا سته اللي بيلعبوا. صحيح. فبنتمنى ان الجماهير تكون عند حسن الظن وتملا الصاله المغلقه، ويا رب باذن الله يوم الاحد نبارك لفريق الرجال بصفه نهائيه بعد ما يكلل الفوز ببطوله الدوري، وباذن الله ربنا يكرمهم في مباراه طالعه جديده. ان شاء الله. كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بنادي الاهلي، شكرا جزيلا لحضرتك. يمكن كابتن رؤوف وضح لنا حاجه يعني قال مفاجاه كبيره، 30 فرقه بتطالب الاشتراك في بطوله افريقيا للكره الطائره رجال، النهارده جاله جواب الاتحاد الافريقي يؤكد ذلك. والحقيقه انا بس عندي تعقيب على كلام كابتن رؤوف، ان مفيش فرقه هتقدر تيجي الا ما تشعر يعني بالامن والامان داخل هذا البلد. والحقيقه انا احب اوجه التحيه لكل شهدائنا، شهداء طبعا رجال الامن سواء جيش او شرطه، اللي طبعا ضحوا بحياتهم وارواحهم في سبيل هذه اللحظات. الحقيقه الامن والامان ده ما كانش هيجي الا بتضحيات ضحى بها الكثير ودفعوا ثمنها عشان احنا ننعم بهذا الامن والامان، وان احنا نقدر نستضيف بطولات زي دي. كل التحيه الناحيه طبعا يوم الشهيد، وده حاجه مش غريبه عن مصر وعلى رجال مصر. وقت ما يعني مصر بتحتاج الى تضحيات بتلاقي الرجال واقفين،
والحقيقه احنا ما كناش هننعم بالامن والامان ده ولا نلاقي عدد الفرق 19 فرقه للسيدات وحوالي 34 فرقه للرجال بيطالبوا الاشتراك، يعني مجمل تقريبا 49 فرقه افريقيه متوزعه على دول افريقيا كلها بتطالب المجيء الى مصر للمشاركه في بطوله افريقيا، وهم عارفين كويس ان الفرق المصريه او على الاخص النادي الاهلي لن يفرط في بطوله بالسهل على ملعبه. ما حصلتش في اي دوله افريقيه العدد، اي دوله افريقيه ما حصلش هذا العدد من طالب يشارك، ولا تونس ولا الجزائر، صحيح، ولا حتى في افريقيا. انا برجع واقول كل التحيه والتقدير لمن كان السبب الاساسي لهذا الامن والامان، وهو رجال يعني ضحوا بحياتهم. يمكن احنا من كتر طبعا او من عددهم الشهداء اللي ضحوا بيهم يمكن احنا مش فاكرينهم واحد واحد اسما، ولكن احنا من هنا بنقول كل التحيه والتقدير ليهم، وبنقول يعني ان مصر عاشت بلد الامن والامان، ودي الحقيقه ما كانتش هتحصل الا بتضحيات ناس احبوا الوطن وانكروا ذاتهم من اجل رفعه هذا الوطن. شكرا جزيلا ليهم. يعني كابتن محمد تحب تقول ايه على المفاجاه كمان اللي اتقالت 30 فرقه افريقيه تطالب المشاركه في بطوله افريقيا للرجال؟ هقول لحضرتك انا يمكن شاركت في 10 بطولات افريقيه، اقصى عدد كان بيبقى 12 فرقه، كان بيبقى عددنا 24 فرقه، 12 فرقه ولاد و12 فرقه سيدات، عمر وصلنا لعدد 19 و24 و30. العدد بقى رهيب، وخصوصا اما الفرق بتعرف ان معموله في مصر، عارفين ان مصر بتقوم بواجب ضيافه جيد جدا، صحيح، مع الفرق، صحيح، بيعيشوا في امان، بيكونوا مبسوطين، بيخرجوا ويتفسحوا ويعملوا كل حاجه، بيكونوا سعداء في وجودهم. انا عايزك تشوف الدول الافريقيه وهي موجوده في صاله النادي الاهلي، الغنى والرقص وبره الملعب وجوه الملعب، راحه نفسيه، راحه غير طبيعيه، بيبقى تابلوهات شغاله البنات وهي بتسخن، بيرقصوا على المزيكا، حاجه تفرح. فسحه يا كابتن. في نقطه انا عايز اقولها، ان جمهور النادي الاهلي عنده وعي كافي، يعرف امتى يحضر الماتشات القويه اللي النادي الاهلي بيشارك فيها. يعني انا مش خايف ان الجمهور ما يجيش، لا انا عارف ان الجمهور هيجي في الوقت الجد، يمكن احنا شفنا في البطوله نهائي بطوله عربيه النادي الاهلي الصاله ما كانش فيه كرسي فاضي في الصاله، وكاس اليد سيدات في صاله 2 كان مليان نفس الكلام، صحيح. فانا متوقع ان الجمهور بتاع النادي الاهلي عنده الوعي الكافي انه هيساند فرقته، صحيح، وهيكون موجود وراهم في كل المباريات، بس صحيح. هي الماتشات حاليا مش قويه قوي تشد الناس، ان شاء الله هتشدها يا كابتن. ان شاء الله. استاذن حضرتك واستاذن المشاهدين، لازم نطلع فاصل سريع وارجع حضرتك عشان نستكمل طبعا تغطيتنا النهارده الفوز ببطوله الدوري للكره الطائره وكمان بطوله افريقيا للسيدات. فاصل صغير وارجع لحضرتك. احد اللاعبات وهي بتشاور يعني بالقلب كده لقرايبها، الحقيقه دي كانت لقطه المباراه امبارح، هي الليبرو بتاعت نادي الشمس، اللي هي مين يا كابتن؟ مش فاكر الاسم بالظبط. يا ريت برضو لو نزاعها، هي موجوده عندنا اكيد هيشوفوها في جوه في الكنترول، وهي لان لقطه عجبتني الحقيقه، ما بنشوفهاش كتير في ملاعبنا، كانت بتشاور لقرايبها بالقلب كده، كانت حاجه كويسه. اللي اقصد اقوله يا كابتن انه يعني خلينا نقول النادي الاهلي، كابتن رؤوف عبد القادر في اول مره دخل معانا على الهواء قال ان مجموعه النادي الاهلي مش قويه، هو كان يتمنى ان يكون معنا فرقه قويه في المجموعه لان دي بتبقى تاهيل كويس، ولكن هو قال انا عارف كابتن حمدي الصافي لعيب عالمي وايضا مدرب عالمي، هو عارف هو بيعمل ايه، هيوصل بالفرقه ان شاء الله، هيعرف يعني الحمل ازاي يوصل بالفرقه للتوب فورم مع الادوار النهائيه. احنا مش عايزين كنا نصطدم في الادوار النهائيه بفرقه جامده، لا انا عايز الاقي اللقطه دي، انا اسف يا كابتن، دي اللقطه معلش يا جماعه نعيدها تاني، انا شايف ان دي لقطه المباراه امبارح، يعني دي بنشوفها في الكوره، يعني بترسم قلب وبتشاور قلب طبعا خلال شاشه قناه النادي الاهلي، فطبعا انا شايف ان يعني جو جميل يا كابتن ومشاركه جميله، ويعني عشان كده انا زعلان يعني، دي لقطه البطوله حتى الان يا جماعه الحقيقه بصراحه، انا زعلان ان نادي الشمس ما اقامش مع بقيه الفرق، دي بتفرق كده، بتلم الفرقه، صحيح، وبتخلي الفرقه مجتمعه مع بعضها. ما نعرفش ظروفهم يا كابتن برضو، خلي بالك احنا ما نعرفش ظروف مجلس الاداره، ما نعرفش الماديات عامله ايه، خلي بالك الحاله الاقتصاديه صعبه على بعض، لا الماديات هو دفع نص المبلغ بتاع البطوله، يعني النهارده لو بدفع 50 دولار في اليوم انا هدفع 25 دولار ولا باكل ولا بشرب ولا بانتقالات ولا صاله ولا تمرين ولا اي حاجه. طب ما هي هي، طب انا استفاد بكل الامكانيات دي هيت. طب كابتن خلينا نشوف تقرير الكواليس الحصريه طبعا لقناه النادي الاهلي او كاميرا قناه النادي الاهلي، ولقاء مع كابتن ياسر نصير نائب مدير النشاط الرياضي ونائب مدير البطوله ايضا. في اشاده كبيره جدا من رؤساء الانديه اللي موجودين ورؤساء البعثات كلهم بتنظيم النادي الاهلي وبالدور اللي بيقوم بيه النادي الاهلي في البطوله. امبارح حتى كان في اجتماع مع
رئيس الاتحاد الافريقي للكره الطايره الدكتور عمرو علواني، وهم طبعا المفروض بيقولوا السلبيات والحاجات دي. هم امبارح كان في سؤال غريب جدا، ان ايه السلبيات اللي احنا شايفينها مش اللي هم شايفينها؟ فطبعا دي بتدل النادي الاهلي قايم بدوره على اكمل وجه. لو بخص كمان الاستاذ محمد الجارح رئيس اللجنه العليا والاستاذ محمد الضماطي على المجهود الكبير، بيدوا رساله الشباب اول بطوله يمكن بيسند ليهم من مجلس الاداره وتطلع بالمنظر ده، ولسه كمان عندنا بطوله رجال ثم بطولتين يد، ده مجهود كبير جدا يا كابتن ياسر. احنا استعنا كان من التوجيهات الكويسه جدا في البطوله ديت ان احنا نستعين بالشباب، استعنا بمجموعه كبيره من اعضاء النادي من الشباب اللي هم كانوا مرافقين للفرق وقايمين بدور كويس جدا واثبتوا وجودهم كويس جدا، وبصراحه حاجه مشرفه اعضاء النادي ابناء الاعضاء المشرفين على او المرافقين للفرقه الرياضيه، قايمين بدور كويس قوي وذللوا كل العقبات اللي قابلتهم وعاملين ربط كويس قوي مع اللجنه المنظمه ومفيش منهم اي مشاكل، ونقدر نقول ان قاموا بشغلهم على اكمل وجه. عدد كبير جدا من الفرق المشاركه 19 فريق، ويمكن ده عدد كبير وفي وقت قليل جدا، ازاي قدرتوا ان انتوا تنسقوا العدد مع لجنه الاستقبال مع لجنه الاقامه والعاشه، ازاي قدرتوا ان انتوا توفقوا كل الامور ده يا كابتن ياسر الفتره اللي فاتت؟ يمكن الاستقبال قام بدور كويس جدا، وكان صعب علينا ان في فرق جت كتير وفرق ما كانتش قايله ان هي تيجي، ووصلت الساعه 4 الصبح والساعه 2 صباحا. لجنه الاستقبال قامت بدور كويس قوي وما قابلتناش اي مشكله في استقبال الفرق وتسكينها. حضور الجمهور النهارده مع مباراه النادي الاهلي، يمكن نادي الشمس هيلعب الساعه 6 والنادي الاهلي ان شاء الله في الساعه 8، بتشوف النهارده المنافسه الثانيه او المباراه الثانيه للنادي الاهلي بتشوفها ازاي؟ ان شاء الله المنافسه تبقى كويسه جدا، والجمهور بيدي اي منافسه رونق وجمال للمنافسه، لان بدون الجمهور ما بتبقاش الرياضه ممتعه، لان الجماهير هم اللي بيخلوا اي جيم او اي ماتش له طعم، والجمهور ده يعتبر لاعب اساسي في المباراه. شفنا مع حضراتكم طبعا كلمه او لقاء الكابتن ياسر نصير مدير النشاط الرياضي، نائب مدير النشاط الرياضي ونائب مدير البطوله. الحقيقه هو حط نقطه مهمه او اتكلم عن المشكله قبلت التنظيم، وهي وصول او مواعيد وصول الفرق، لان في فرقه ما كانتش مأكده وصولهم وفجاه وصلوا في مواعيد طبعا حسب الطيران الفجر. فالحقيقه النادي الاهلي ما تاخرش وما كانوش بيقعدوا كتير في المطار وكان بينتهي اجراءات وصولهم سريعا. قال كمان انه في كوادر شابه كتير شاركت في البطوله واستعانوا بيها من داخل النادي، ما استعانوش من حد بره، كمثلا الافراد المرافقين للبعثات، لان خلي بالكم البعثات منهم اللي بيتكلم لغه عربيه، منهم اللي بيتكلم لغه فرنسيه، منهم اللي بيتكلم لغه انجليزيه. فالحقيقه انت محتاج تكون معاك كوادر بيتكلموا لغات معينه او لغات محدده لتسهيل الاتصال بين الفرق والمنظمين او بين الفرق، او حتى في فرقه عايزه تعمل جوله وتخرج محتاجه كوادر. يمكن يا كابتن زي ما حضرتك قلت لي ان الكوادر الشابه اللي كابتن ياسر قال عليها مهم تواجدها، وحضرتك شفتها في ارض الملعب كعضو في اللجنه الفنيه، تحب تكلمنا عن ده ازاي؟ والله زي انا بقول لك، النادي الاهلي بيعلم الاداره، بيعلم الكوادر بتاعته سواء لعيبه او اعضاء ازاي يتعاملوا مع الفرق الثانيه وازاي يشتغلوا في الاداره. والاعتماد النادي الاهلي اعتمد على نفسه على كوادره، يعني ما احتاجش النادي الاهلي ما جابش حد من بره، كلهم من ولاد النادي او اعضاء في النادي الاهلي، فده بيعلم الناس، بيعمل كوادر للنادي الاهلي. لذلك النادي الاهلي دايما ما بيحتاجش ياخد حد من بره، دايما عنده كوادر بتاعته، عنده ولاده جاهزين على طول، بيعلم ولاده. صحيح. فالنادي الاهلي ده يعني خلي بالك برضو يا كابتن، النادي الاهلي استضاف مجموعه كبيره من المسؤولين في الاتحاد الافريقي، يعني انا كنت قاعد مع كابتن رؤوف وقال لي في مجموعه كبيره جدا حوالي 15 الدعوه وجم من اماكن متفرقه في القاره الافريقيه، دي على نفقه النادي الاهلي كاملا بعيدا عن الاتحاد الافريقي، تكفل بكل هذه المصاريف كامله سواء تذاكر الطيران او الاقامه. فالموضوع الحقيقه كان، ومع ذلك انا واثق النادي الاهلي انه ادار البطوله بحرفيه من غير ما اعرف، اكيد النادي الاهلي مش هيطلع ابدا خسران من بطوله زي دي، بالعكس بيصعب الموضوع على اي نادي تاني. النادي الاهلي بيصعب على اي نادي تنظيم بطوله افريقيا، صحيح. بيحط الباقي كله في موقف صعب جدا. طب كابتن نرجع للبطوله والجزء الفني شويه اللي يمكن يهم حضرتك عضو في اللجنه الفنيه بالبطوله. النادي الاهلي لعب مباراتين، مباراه يعني كانت منهم امس، مين اللي انت شفته من بناتنا شايفهم في حاله كويسه مطمن؟ يعني كلمني عن الناحيه الفنيه في النادي الاهلي. والله انا بالنسبه لي شايف ان في ايه الشامي كويسه، الحمد لله تاتش وود، تائما ربنا يكرم كده وتفضل وحش ما شاء الله، ربنا يحميها يا رب.
عندنا ماري مصطفى الليبرو بتاعتنا هايلة. عندنا فريدة ماشية بخطة ثابتة جدا. على العموم الفرقة كلها يعني ما فيش حد صحيح، وعندنا بنش كويس، كلهم قريبين من بعض، وأي تغييرة بتحصل ما بيبقاش فيه دروب في الفرقة صحيح. لأن اللي بره زي اللي جوه. يعني احنا شفنا في الماتش امبارح صنعة الألعاب الأساسية شروق طلعت ونزلت دانا أدت كما ينبغي وما حصلش أي فرق. حمدي صافي ممرن اللي جوه زي اللي بره. الجهاز الفني شغال مع الفرقه كلها صحيح، فنيا ونفسيا، وفي ترابط جامد جدا وحب شديد جدا ما بين اللاعبات وبعضها. يمكن يا كابتن احنا اطمنا كمان بنسبه كبيره على مريم، الحمد لله مريم متولي بعد عودتها من الاصابه بالظبط، كان ده يهمنا جدا لان دي اول ظهور ليها بعد الاصابه. هي بالظبط هي دلوقتي بتؤهل عشان تكمل، لانها اخذت فتره اصابه كبيره وعملت عمليه كبيره في كتفها اليمين. فان يعني شاء الله ربنا يسهل وتوصل للحاله الفنيه بتاعتها قبل الاصابه يعني ان شاء الله. احنا بنسبه كبيره اطمننا على الناحيه البدنيه، شفناها في الماتش، شفنا ضربتها، شفنا كتفها بيتحرك بشكل طبيعي. بس برضو دي مش قوه مريم. صحيح، ما طبعا يا كابتن خلي بالك هي غايبه فوق دلوقتي يعني تقريبا من شهر 10 اللي فات، اكتر من شهر 9 يعني، بقى لها حوالي 5 6 شهور بعيده عن الملاعب بالظبط. كتر خيرها، دي عايزه عزيمه، وكمان عمليه في كتفها اليمين عمليه كبيره، الموضوع صعب. والجهاز الفني والجهاز الطبي قايب معاها مجهود كبير جدا عشان يرجعها. صحيح، وهي نفسيا كويسه ومؤهله نفسيا، عايزه تخش، عايزه تلعب، وده مهم جدا. وخلينا نتكلم عن كاترينا كمان، كاترينا شيرينكوفا المحترفه الاوكرانيه. كاترينا اندمجت في الفرقه خلاص، تحس ان هي واحده من اول يوم. من اول يوم هي طبيعتها هي هاديه الحقيقه من اول يوم، هاديه جدا، شايف انها دخلت مع الفرقه وهاديه جدا، ما بتصيرش مشاكل. صحيح، محترفه بمعنى الكلمه، بتسمع وتنفذ، عندها ثبات انفعالي، محترفه طراز اول يعني بالزبط. يمكن كان ضيفي مش على ما اتذكر، كان حد من الجهاز برضو قال لي ان هي ضيفه، ان هي محترفه من طراز اول. وحمدي صافي فعلا قدر ينتقي فعلا واحده كويسه. صحيح. طب استاذن حضراتكم هنطلع نشوف، احنا طبعا بنحاول نجيب لكم كل الكواليس للبطوله وحاجات حصري على قناه النادي الاهلي. عملنا تقرير مع فرقه هلالي سيتي بتاع اللي هي جايه من زيمبابوي، او الزيمبابوي الفريق الزيمبابوي الوحيد اللي موجود في البطوله، عملنا معاه تقرير هنشوفه وارجع لحضراتكم تاني. Thank you for introducing me. مستمتع جدا هنا في مصر، انه هو بقاله تقريبا 10 ايام هنا في مصر، فهو مستمتع جدا، وان هو البطوله هو مستمتع بالفرق عشان هم احسن فرق هنا في افريقيا. Definitely we want to take the championship. لسه مش عارف مين ممكن ياخدوا البطوله، ومين مش عارف مين ممكن يكون مؤهل. So far they are playing well. فرقته لغايه دلوقتي بتلعب حلو، وان الفرق كلها بتلعب حلو، وان هما لسه بينافسوا، فهم بيحاولوا ينافسوا معاه. It's my first time to be in Egypt, but I... هما اول مره يجوا هنا مصر، وان الدنيا حلوه هنا، اول مره الاوتيل يشوفه وهو مش عنده مشاكل خالص. We are looking forward to go to the... نفسه يروح الاهرامات لان هو سمع كتير عنها ونفسه يروحها يعني. Yeah, about Zimbabwe. Zimbabwe is impressive. مدينة كويسة جميلة زي هنا في مصر، والناس هناك كويسة. Zimbabwe we've got Zimbabwe يعني فيها البيج فار وفيكتوريا فوز وحاجات كتير ممكن نزورها هناك. Thank you for working. رحب برضو بيكو، وان هم عملوا احسن ما عندهم، فان هم لغايه دلوقتي بيتمنوا يعني ان هم يروحوا للفاينلز. They are good teams here. مستمتعين بالبطوله، وان هم حابين ان هم يروحوا للفاينلز عشان هي اول مره يروحوا لبطوله كبيره زي دي. I wish to visit the pyramid area. هما أول مرة هنا في مصر، فهما نفسهم يروحوا الأهرامات، دي سمعوا عنها كتير، ونفسها تروح البحر الأحمر. Chicken, we always eat chicken even. مش عارفة الأسماء هنا في مصر لسه بتاعت الأكل، بس هي عجبها كل الأكل المصري، وإن هو التشيكن زي هنا زي هناك، هي بياكلوها هناك زي ما بياكلوها. Our country is more traditional. هناك في زيمبابوي هنستمتع هناك لو رحنا كمصريين، لان الاكل عندهم التراديشن اللي هو الشعبي اللوكل، سوري اللوكل اللي هو الشعبي، الاكل الشعبي هناك منتشر عندهم، وهو اكلهم حلو هناك.
for now they... شايفة ان هم بيلعبوا كويس، هم بيجهزوا نفسهم للأحسن عشان يفوزوا، وان هم مستنيين بيحضروا للأحسن والأحسن. So far for the team that... الفرق كلها ليها القوة بتاعتها وضعفها، فهم بيحاولوا يلعبوا على ضعفهم، هم ان هم يحسنوا عشان ما يبقاش في نقط ضعف. هم لغاية دلوقتي كسبوا ماتش وخسروا ماتش، فهم بيحاولوا يتأهلوا للدور اللي بعده. I choose volleyball. حبت الفولي بول لان هي بتعرف تلعب فولي بول كويس، لكن هي كمان عندها هواية ان هي تلعب كرة قدم وكرة سلة. I visit any other places I've liked. عايزة تروح النيل وعايزة تروح الأهرامات. Thank you for welcoming me here. And... تشكر الناس ان هي رحبتهم هنا في مصر، وشكرا للجميع. My team is a hard working team. هي فريقها قوي عشان يفوزوا بالبطولة، وهما بيحاولوا بده. Everything is perfectly organized. البطولة منظمة كويس قوي لغاية دلوقتي، الناس اللي بتشتغل فيها بينظموها كويس قوي. I just want if بتشكر الناس كلها وبتشكر فرقتها خاصة، بتقول لهم اشتغلوا أحسن عشان ياخدوا البطولة، وبتشكر البنات بتوع النادي عندهم هناك. In Egypt, Cairo for this African Cup Championships. استمتعوا هنا جدا بمصر وعلى البطولة، ان هم بيحاولوا يعملوا أقصى ما في جهدهم عشان يوصلوا للنهائيات عامة، وان هم ادوا كل حاجة للعيبة، الافورتس كلها اللي هي الخدمات كلها تقريبا، عشان يحاولوا يوصلوا لليفل احسن. For now I can say anything is possible. هم لغاية دلوقتي البنات لعبوا كويس، فا ممكن يوصلوا دور تاني عشان هم بيعملوا اقصى ما عندهم. ده تقرير شفناه مع فريق هراري سيتي الزيمبابوي. الحقيقه اللي راح زيمبابوي عارف ان زيمبابوي بلد كويسه، بلد جميله، يعني زي انجلترا، فيها مناطق يعني فيها المعيشه عاليه. فطبعا عشان يجي فريق زي كده ويقول انه يشيد بالبلد ويشيد بالامكانيات الموجوده والمتاحه، الحقيقه كانت مهم ان احنا نعمل معاهم تقرير. وكمان شفنا هو، وده اللي قلناه مرارا وتكرارا، هم مش جايين ياخدوا البطوله، هم جايين مشاركه يمكن اولى ليهم، عشان كمان سنتين ثلاثه هم بيفكروا يخشوا ينافسوا على البطوله. الحقيقه كابتن يعني فريق محترم، هو عارف هو جاي من اول يوم يعمل ايه. اتكلموا بشكل ايجابي جدا عن البطوله وعن تواجدهم في مصر، وزي ما حضرتك عارف ان احنا زيمبابوي بلد من جواها او البلد داخليا فيها حتت كتير زي انجلترا، فكنهم يشيدوا بالبلد والاقامه والملعب، الحقيقه دي برضو نقطه ايجابيه كبيره جدا في حق البطوله. والله انا مبسوط من حاجه واحده دلوقتي، ان الناس في افريقيا ما بقتش تدور على المكسب، بتدور على انها تبدا تعمل فرق وتعد فرقها وتيجي. يعني هم بيبقى ماليا مش كويسين جدا ومحتاجين ماليا، بس بيبعتوا فرقهم تشارك عشان يبنوا القدام. صحيح. في ناس تانية ممكن تقول لك لا، طب وانا ايه اللي يخليني اصرف واعمل وانا مش هكسب؟ فده يدل على انهم بيفكروا تفكير جاي قدام. فرقة ريفينيو امبارح الرواندية جايه ب 10 لعيبة بس، 10 لعيبات بس، فهو عايز يشارك، ده عايز يشارك. فدي نقطة كويسة، وده نجاح للاتحاد الافريقي. صحيح. اما النهاردة يروح للاتحاد الدولي تقرير ان في 19 دولة افريقية في اندية طبعا في بتشارك، ما هم بيمثلوا دول برضه. لا انا فاهم، يعني قصدي اقول لك دي بطولة اندية، منتخبات 19، يعني منتخبات بتصرف عليها دول، انما الاندية بتبقى يعني امكانياتها اقل. ده نجاح للاتحاد الافريقي وللدكتور عمرو علواني، وده يشجع الاتحاد الدولي ان هو ممكن يساعد بعض الدول في انها تيجي تشارك على حساب الاتحاد الدولي. صحيح. يعني ممكن يديهم اوفر، ممكن يبعت لهم مدربين، ممكن يبعت لهم كور، وده دعم فني ودعم مالي وكل شيء. فدي ميزه كويسه جدا وما بيعملهاش غير الاتحاد الافريقي. وخلينا نقول المدير التنفيذي برضو كابتن هويدا، يعني هويدا عامله شغل غير طبيعي، عامله شغل كبير جدا، لان المدير التنفيذي في اي اتحاد هو منصب مهم جدا، لانه بينفذ سياسات مهمه. دينامو الاتحاد هي معروفه، بقت معروفه على مستوى افريقيا، اي مشكله اي حاجه كل الناس بتلجأ لها، حتى للفرق المصريه. انت ما بتشوفش هويدا وهي في افريقيا، كل الفرق المصريه بتلجأ لها وبتحل لهم. صحيح. في حاجات هي المفروض ان هي ما تحلهاش. صحيح. بس واجبها القومي ناحيه بلدها
بيحتم عليها ان بتعمل الخدمات دي هيت. صحيح. فهو ده يعني عامل كبير جدا إن في نجاح البطوله. صحيح. انه القصد اقوله انه لما بيكون لك تواجد مكثف جوه الاتحاد الافريقي او الاتحاد الاقليمي بتاعك بيكون ده مساعد لامور كتير جدا في البلد اللي انت بتمثلها. يعني دكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي اكيد وجوده بيذلل الصعاب للفرقه المصريه جدا بشكل كبير. وغير كده كمان كونه انه بيسيب الدول دي كلها ويديك التنظيم يعلم جيدا ان النادي الاهلي هينظم على اعلى مستوى وهيرفع من رايه الاتحاد الافريقي في وجود البطوله داخل النادي الاهلي. هو ما يقدرش يديها لاي نادي. صحيح. لانه يعلم مين الانديه اللي تقدر تنظم ومين اللي تقدر ترفع رايه الكره الطايره في افريقيا. فهو يعلم جيدا ان النادي الاهلي هيقدر يعمل الكلام ده. صحيح. طب يا كابتن نرجع تاني لفرقه النادي الاهلي، يمكن التقرير اللي بنعلق عليه بشكل كبير اللي بنشوفه لان دي كواليس حصري على قناه النادي الاهلي. خلينا نرجع لفرقتنا، فرقه النادي الاهلي. امبارح شفنا مشاركه طبعا اغلب اللاعبات، كابتن حمدي الصافي فضل ان يشارك الجميع. الناحيه الفنيه الحمد لله تمام، الحمد لله ما عندناش اصابات، الفرقه بشكل كبير مستعده، الفرقه جاهزه. شايف انت اكيد متابع طبعا بحكم ان حضرتك رئيس قطاع الناشئات، تابعت الفرقه قبل ما تروح سلوفانيا وبعد ما رجعت من سلوفانيا. المعسكر كان ناجح بالنسبه لهم ولا لا؟ والله هو المعسكر ده كان مهم جدا للنادي الاهلي، لان الاحتكاك داخل مصر مش بنفس قوه الاحتكاك بتاع المعسكر. بس كان الجو ثلج هناك يا كابتن. معلش، ما هو انت النهارده بتلعب في صالات مغلقه وفيها تدفئه. لا بهزر. انا ونفس يعني الكلام، يعني ان هو جو كان صعب جدا على ما انت يعني. غصبا عنك لازم تلجا للبلاد ديت، عشان دي البلاد دي هي اللي فيها الكره طايره. صحيح. والمعسكر ده هو بيديك اربع مباريات مش هتقدر تلعبهم في مصر. الدوري عندنا يمكن ضعيف في قطاع السيدات، بالتالي ما يخليكش تقدر تنافس في افريقيا، فلازم اتجه لخارج مصر. اربع ماتشات جامدين العبهم وده طبيعي. هو النهارده النادي الاهلي لعب اربع مباريات، لعب مع بطل النمسا خسر منه 3-1، ولعب مع اول الدوري في سلوفينيا وخسر 3-2. الماتش الثالث طلع لعب مع ثالث الدوري وكسب 3-2، ورابع الدوري الاهلي كسب 3-1. ففي ماتشين خساره وماتشين مكسب مع فرق قويه. استفاده كبيره، استفاده كبيره طبعا. جدا جدا طبعا. جدا. وقدر حمدي، وخلي بالك كابتن حمدي ما بيلعبش المباراه دي بهدف الفوز، ده بيلعب الهدف ده عايز يجرب الفرقه كلها وتجهيز الفرقه كلها. فهم راجعين الفرقه كويسه جدا ومبسوطين، وهو فنيا جاهزين ما شاء الله. فالحمد لله يعني المعسكر كان جيد وكان له تاثير كبير جدا ان شاء الله. عارف يا كابتن انا بحلم بحاجه كده دايما، احنا الموضوع بيبتدي بحلم، يعني بحلم ان احنا ان شاء الله ربنا يا رب يكرمنا بهذه البطوله، لان طبعا في كتائب تعبت جدا عشان توصل البطوله بالشكل ده، سواء فنيا او اداريا او تنظيميا، نفوز بالبطوله لان ان شاء الله ده حق شرعي لينا. ونمره اثنين نشارك في بطوله العالم للانديه سيدات، وان شاء الله ممكن يحصل دعم بلاعيبه كمان او اثنين، فممكن يكون شكلنا هناك فضل وكبير يعني بيتغير بشكل كبير، واسم النادي الاهلي يتحط في العظماء في الكره الطائره للسيدات. والله انا اتمنى ان بطوله افريقيا دي تكون فتحه خير ونشارك في بطوله العالم للانديه. هنحتاج واحده محترفه كمان بس خلاص، واحنا قادرين النادي الاهلي قادر بناتهم نقدر بجهاز الفن بلاعيبته بالامكانيات اللي بيوفرها ومجلس اداره والنشاط الرياضي، ان احنا نظهر بمظهر جيد جدا 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 في بطوله العالم للانديه. وخلي بالك كابتن انت مش بطوله بتروح تاخدها، انا بقول لك اول مشاركه انت ممكن تظهر بمظهر كويس، المشاركه الثانيه افضل، المشاركه اللي بعدها افضل، ممكن يجي في وقت نلاقي نفسنا بالنفس بناخد ميداليه ان شاء الله. فبتهيألي النادي الاهلي اسم كبير يستحق يكون هناك ان شاء الله. وانا اتمنى ان بطوله افريقيا دي هي تكون فتحه خير على النادي الاهلي في الدخول لبطوله العالم. والحقيقه يعني احنا برضو يعني كقناه النادي الاهلي ممكن لو كان لينا لقاء مع الدكتور عمرو علواني في اي وقت هنطرح هذا الموضوع معاه، بحيث ان هو كرئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي ممكن يساهم بشكل كبير لايجاد مكان، لان ما فيش حد بيشارك من الافريقيا عشان ضعف المستوى. فهم بيدوا المكان ده للفرقه الاخرى او الفرقه اللي جايه من كوبا امريكا او جايين من اوروبا، بيديهم المكان بتاع افريقيا. فهو ممكن كابتن عمرو طبعا بقدرته على الاقناع، وان هو يعني رجل ليه كادر اداري كبير جدا، يقدر يعني يزق الموضوع ده ويرجع تاني مقعد افريقيا لحضن افريقيا تاني. انا واثق ان الدكتور عمرو لن يبخل بجهده في سبيل ان النادي الاهلي يشارك في بطوله العالم للانديه. بس يا رب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيكون من نصيبنا بطوله افريقيا، وان شاء الله دكتور عمرو هيساعد ومجلس اداره النادي هيساعد في ان احنا نشارك في بطوله العالم للانديه. خلي بالك كابتن الموضوع بيبقى حلم، وبيبقى اي زي ما بيقولوا انجاز كبير بيبتدي بحلم. فاحنا بنحلم يعني، احنا كملوك الصلاه برنامج ان شاء الله هيكون حقيقه،
ودايما بنبص للافضل زي ما فريق اليد ان شاء الله ربنا يكرمه شارك في بطوله العالم. يمكن احنا كنا مؤهلين نشارك في بطوله العالم ولكن لم نشارك طبعا يعني لانه كان اعتذرنا عن الاشتراك. ولكن قصدي اقول انه زي ما في اليد احنا نقدر كده ان شاء الله نقدر في الطايره سيدات لان احنا الحقيقه اكتر فريق افريقيا حصولا على البطوله. بالظبط احنا واخدينها 8 مرات اللي بعدينا اقول لحضرتك بالظبط السجون تقريبا 7 او 6 تقريبا. اتفضل كده. عندنا الانابيب الكيني خد 7 مرات، النادي الاهلي واخد 8 القاب، السجون الكيني 5 القاب، الافريقي التونسي 4 القاب، وكارتاج اخر فتره اخدها مره. فاكثر حصولا ان شاء الله لو النادي الاهلي اخدها المره دي يبقى كده 9 مرات بعيد كل البعد عن بقيه الفرق. وان شاء الله ده اللي هيحصل بمشيئه الرحمن ان شاء الله يا كابتن. طب كابتن خلينا نشوف طبعا لقاء عملته كاميرا النادي الاهلي مع الدكتور طارق نيداني طبعا اللي هو بيسموه الدوبينج تشيكس او الكشف عن المنشطات. خلينا نشوف الدكتور طارق قال ايه ونرجع تاني. الحمد لله اللجنه الطبيه مجهزه عشان تخدم البطوله وكل ضيوف البطوله. احنا عندنا في صالتين شغالين وفي طبيب موجود من قبل اللجنه نفسها غير طبعا اطباء الفرق المشاركه. احنا الاطباء بتوعنا موجودين في كل المباريات. ده طبعا الاطباء اللي معانا كلهم الحمد لله مجهزين، كلهم كفاءات عاليه وكلهم شاركوا في بطولات كبيره داخل مصر وخارج مصر في اولمبيات وبطولات افريقيه وهكذا يعني. فكلهم الحمد لله مجهزين بترتيبات من اللجنه المنظمه للبطوله. احنا جاهزين بادويه، جاهزين بسيارات اسعاف، جاهزين بمستشفى، عندنا يعني خدمات لكل المواقف ان شاء الله ربنا ما يحق لحد يعني، لكن جاهزين لكل المواقف اللي ممكن اي حد يتعرض ليها. حتى لو في حد في الاوتيل حصل له اي مشكله يعني ان شاء الله بيتصل بينا واحنا بنتصرف بنوصل له اي خدمه سواء هو محتاجها. طبعا في اطباء موجودين في الاوتيل طبيعي، لكن بالاضافه لكده احنا باك اب يعني احنا مستعدين لاي خدمه اي واحد محتاجها في كل ظروف البطوله لغايه لما الناس تسافر بلدها بالسلامة ان شاء الله. يمكن بطولتين ثم بطوله الهاندبول كمان بعديها عدد كبير من البطولات يتطلب منكم طبعا جهد كبير، لكن مش غريب على دكتور طارق ان انتم تقدروا توفقوا في صاله الشهداء وصاله الامير عبد الله وكمان بطوله الرجال ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفق. هو طبعا مجهود كبير على اللجنه المنظمه كلها في لجان كتير ومجالات كتير من ضمنها طبعا اللجنه الطبيه اللي الحمد لله الناس شرفوني اكون مسؤول عنها، والناس مش مقصرين معانا في كل تجهيزاتها وكل تحضيراتها، وان شاء الله كل حاجه جاهزه. معانا الدكتور موجود هنا وفي دكتور او دلوقتي في الوقت الحالي دكتوره موجوده في الصاله هناك علشان الماتشات اللي موجوده هناك بالتبادل كده. احنا في سيارات الاسعاف موجوده علشان لو حاجه احتاجت والاجهزه معانا جاهزه. زي ما بقول لحضرتك كل احتياجات البطوله موجوده. حتى يعني هم اللجنه المنظمه للبطوله في اللي هو يعني اللجنه الطبيه في تبع الاتحاد الافريقي بيكون طالبه مننا كمان تجهيزات لفحص المنشطات وهكذا يعني. فاحنا مجهزين المكان، احنا دورنا بس نجهز المكان لان احنا مش بندير منظومه فحص المنشطات، احنا بنجهز المكان باحتياجاته القانونيه المطلوبه بالظبط. ولما هم يطلبوا طبعا في اللجنه هي اللي هتكون هم اللي بيديروا الكلام ده، هيكون من عندهم او بيطلبوا مننا اذا هم طلبوا. هم ما حدش لسه طلب لغايه دلوقتي، لكن اذا حد طلب احنا جاهزين بالمكان وجاهزين بالاجراءات كلها وكل متطلباتهم كمان يعني سواء في بالنسبه للمحطه او الاستيشن بتاع فحص المنشطات او المتطلبات الثانيه الطبيه بتواجد الدكتور بادويته باجهزته بالاته وهكذا. ربنا ان شاء الله يكرم الجميع ان شاء الله بالتوفيق. ده كان لقائنا مع دكتور طارق نيداني رئيس اللجنه الطبيه والكشف عن المنشطات. خليني اقول لحضراتكم ان اللجنه الطبيه في اي بطوله بيبقى عليها مجهود كبير، كل فرقه بتيجي معاها طبيب ده وضع طبيعي، ولكن لازم يكون في سيطره طبيه من اللجنه المنظمه لان ممكن يبقى في امور محتاجه تدخل طبي سريع. فطبعا دكتور طارق زي ما شفنا حضراتكم متواجد في ارض الملعب، في دكتور في الملعب ده وفي الدكتور في الملعب ده ماسك كل المباريات بحيث انه لو اي دعم طبي محتاجينه الفرق يكون متوفر. اكيد طبعا بالاتفاق مع الجهات الحكوميه اكيد في عربيه اسعاف متواجده بشكل كبير جوه النادي الاهلي طول الوقت المباريات. الموضوع ده في منتهى الاهميه خاصه انه كمان وضح ان لو في طلب
اجراء تحليل منشطات. الموضوع ده في منتهى الاهميه لسبب لانه في طريقه لاخذ العينه وفي طريقه لسفر العينه عشان تروح الستيشن عشان تتحلل. الموضوع ده محتاج خبره معينه. انا واحد من الناس طبعا يعني عملت كشف المنشطات ده بحكم مشاركتي الدوليه كتير. بيبقى الموضوع محتاج ترتيبات معينه ولازم العينه تسافر في وقت معين عشان بعد وقت معين بتبقى العينه فسدت ما ينفعش تعمل عليها التحليل. فالموضوع بيكون في منتهى يعني الخطوره ان انت محتاج لجنه على مستوى عالي وعندها خبره عشان ما يحصلش اي خلل في هذا الموضوع. ارجع تاني للكابتن محمد. كابتن محمد يعني محتاجين نعرف معلومات عامه، يمكن في ناس ما تابعتش البطوله خلال اليومين اللي فاتوا، خلينا نقول معلومات عامه عن فرقتنا، معلومات عن البطوله. اتفضل يا كابتن محمد. بالنسبه للبطوله عددها 19 فرقه وتقسمت لاربع مجاميع. بالنسبه للمجموعه الاولى فيها النادي الاهلي وهو بيتحط على راس المجموعه لان هو المنظم، وطلع معاه فريق نيكومبا الاوغندي وفزنا عليه 3-0 يا كابتن في اول مباراه، ونيونونج الكاميروني ده هنقابله بكره وريفينيو احنا لعبناه امبارح وكسبنا 3-0. دي المجموعه الاولى. تمام. المجموعه الثانيه بيبقى على راسها حامل اللقب اللي هو فريق قرطاج التونسي معاه هراري سيتي الزيمبابوي ونجم شليف الجزائري وبطل بتسوانا وبطل الكاميرون بافيا الكاميروني. المجموعه الثالثه. خليني اقف عند المجموعه دي شويه انه بعد اذن حضرتك ان كارتاج طبعا هو بنسبه كبيره هيكون هو اول البطوله. خلينا نقول ان نجمه شلف الجزائري دي برضو فريق مش قوي، بتسوانا مش قوي، بافيا الكاميروني فريق كويس محترم، سيتي هراري او سيتي زيمبابوي هراري سيتي مشارك يعني مش بهدف المشاركه فقط مش اكتر. خلينا نقول ان المجموعه دي بنسبه كبيره زي المجموعه الاولى ما محسومه ان شاء الله. اولها هيكون النادي الاهلي والثاني هيكون ما يمكن نيونج الكاميروني. البطوله المجموعه الثانيه اللي حضرتك ذكرتها هيبقى كورتاج على راس المجموعه وبتتوقع ممكن يكون بافيا الكاميروني بيتهيألي ممكن هو الثاني. ممكن. اتفضل يا كابتن. بالنسبه للمجموعه الثالثه الوصيف بتاع البطولة السابقة اللي هو نادي الشمس. تمام. بيبقى على رأس المجموعة. على رأس المجموعة. تمام. ومعاه فاب الكاميروني. امبارح فاز على فاب 3-0 نادي الشمس. 3-0. تمام. وبعد كده هو مع الأنابيب القيني هو خسر نادي الشمس. خسر 3-0. تمام. بعد كده وقت عندنا فرقة الكونغو وفرقة الأوغندية. فيجن الأوغندية. تمام. المجموعة الرابعة فيها نادي الشمس فاز على فيجن كمان. بالظبط. فاز على فيجن 3-0 يبقى فاضل له بس الفريق الكونغو. ان شاء الله بنسبه كبيره ممكن يفوز عليها وهينتظر هو مباراه بقى بالزبط. فاب الكاميروني مع الانابيب. على فكره لو فاب فاز على الانابيب في كلام بس هي الشمس خسرت 3-0. الشمس خسرت 3-0. عارف لو كان خسرت 3-2 كانوا قالوا ممكن. فهو غالبا الشمس حجز مقعده كوصيف كوصيف ان شاء الله المجموعه دي. يبقى الاول هيبقى غالبا الانابيب. هو تفريطه في الماتش الاولاني هو اللي حطه في الموقف ده. صحيح. بس معلش ما انا قلنا لحضرتك المشاكل اللي حصلت وان مفيش لاعبات سافروا ومفيش صرف يعني من ناحيه النادي، ولكن ايا كان هو بنسبه كبيره حجز مكانه هيبقى بالزبط. بنسبه كبيره الانابيب والشمس من المجموعه الثالثه اللي ممكن يتاهل ان شاء الله. اتفضل يا كابتن. المجموعه الرابعه عندنا السجون الكيني ودي انا برشحها من الفرق اللي هي قويه. عندنا انجلز الكاميروني والجمارك النيجيري وداونز بوركينا واسك ميموزا الايفواري. بيتهيألي يا كابتن برضو بشكل كبير هيبقى السجون الكيني اول واللي هيفوز من طب يعني الفريق الكاميروني ولا الجمارك النيجيري هم اقوى. حضرتك حد واحد فيهم هو اللي هيطلع بس انت مش يعني مش لا مش قادر احدد مين على حسب الماتش الملعب في الماتش. وشفنا على فكره يا كابتن شفنا امبارح تقرير اجاييه لاعب نادي الاهلي الفريق المحترف الاول كان قابل طبعا بلدياته من فريق جمارك النيجيري جوه النادي وخدوا معاهم بعض الصور التذكاريه. الحقيقه كاميرا قناه النادي الاهلي ما سابتش حاجه زي كده، خدناها على الماشي كده برده دقيقتين ثلاثه. فيعني كواليس بتبقى جميله. يعني المجموعه الرابعه حضرتك بتقول السجون الكيني بنسبه كبيره هو اللي هيبقى الاول واللي هيفوز من الانجز الكاميروني والجمارك هو هيكون في المركز هيكون هو المركز الثاني. هناخد اول وثاني من كل مجموعه وهيبقى في كروسات. طب يا كابتن احنا هنرد المجموعه الاولى ترد على المجموعه كام؟ يعني انا مش قادر احدد لان المفروض تتعمل الكلام ده بكره. تمام. يعني بس بحكم التاريخ كده المجموعه الاولى بترد على المجموعه الثالثه. لا ممكن هترد على الثالثه والثانيه مع الرابعه. الثانيه مع الرابعه انا يعني ما اعرفش ده غالبا اصل ممكن تيجي ازاي؟ بيحصل في البطولات الثانيه كده. ممكن يعملها كده ممكن يعملها العكس. فهي لسه ما لهاش نظام محدد. فهتبان في القرعه اللي هتتعمل. صحيح. دي لقطات طبعا كواليس من وصول الفرق لارض الملعب. دي صاله الامير عبد الله الفيصل بس من الجنب يعني من مكان دخول الفرق. والحقيقه
طبعا منظر جميل طبعا بالافارقه يعني او الاشقاء الافارقه اللي موجودين هنا طبعا في ملعب النادي الاهلي ده على بوابه النادي الاهلي وافراد ناحيه الاوبرا ناحيه الاوبرا وده افراد الامن زي ما انتم شايفين النادي الاهلي يونيفورم واحد زي واحد شكل واحد الاي دي متواجد عشان حتى يسهلوا على الفرق معرفه مين اللي موجود او مين اللي قصادهم يبقوا عارفينه من خلال الاي دي بتاعه. طبعا توجهات رئيس او مدير امن النادي فرع الشيخ زايد فرع سوري الجزيره. طبعا الامور دي كلها كابتن بتبقى مهمه وكواليس احنا بننقلها لحضراتكم حصري على قناه النادي الاهلي. يعني حضرتك الموضوع ده هيبان بكره اذا كنا المجموعه الاولى هترد على الثالثه ولا هترد على الرابعه بالظبط وهيبان بشكل كبير ان شاء الله هيتحدد مين اول وثاني في كل مجموعه. تمام هيتحدد بقى مين هيقابل مين بس بالمنظر ده يا كابتن احنا هنشوف مباريات ضعيفه في دور الثمانيه برضه مش هيبقى فيه نفس معلش انا اسف يا كابتن دي اللقطه اللي كنت بتكلم معاها جاي لك الفريق الاول وطبعا بالمناسبه بنبارك له هو الله اعلم بقى هيبقى فاهمنا ولا لا بس بنبارك له على انضمام المنتخب النيجيري اجاي بعد اداؤه المستوى رائع مع الفريق الاول في بطوله افريقيا اللي فاتت مع النادي الاهلي ويعني ووصوله لافريقيا اكيد كان لازم يخش منتخب نيجيريا او يستدعى في تجميع منتخب نيجيريا ودي طبعا لقطات مع الجهاز الفني لفريق الجمارك النيجيري بياخدوا صور معاه اجاي وش يعني النادي الاهلي كان وشه حلو عليه اكيد ايه راح حته ثانيه النادي الاهلي طور من ادائه يعني طب مليون في المية بطريقه في المية. يعني لا وهو بامانه كمان اجاي خلينا نتكلم بامانه يعني من المحترفين القليلين اللي جم النادي الاهلي كمان عنده التزام برافو عليك يا كابتن يعني اجاي احنا بس هنخرج شويه من حته نروح للكوره ولكن اجاي بشكل كبير كان عنده التزام قدر يعني نعمه انه موجود في النادي الاهلي والتزم واشتغل مستوى عالي جدا من ماتش مستوى عالي وخلي بالك كابتن في الاول ما كانش بيلعب بشكل كبير بالزبط. حجز مكانه هو اللي فرض نفسه طبعا على الجهاز الفني وقال انا موجود واقدر اشيل المسؤوليه وشفنا حتى في قبل النهائي بطوله افريقيا كان ليه دور الثمانيه كان ليه دور كبير جدا يعني قصدي اقول لك انه ساب بصمات إن الجمهور هيقدر يفتكرها سنين طويله ما عملش ولا مشكله لغايه دلوقتي في النادي الاهلي. احنا لو بصينا لبقيه المحترفين اللي موجود في بقيه انديه الدوري هتلاقي كل واحد فيهم عنده مشكله بالظبط يا كابتن هو كمحترف ما عندوش اي مشاكل صحيح. في النادي الاهلي طب كابتن خلينا نشوف التقرير ده عملته كاميرا قناه النادي الاهلي مع رئيس بعثه فريق اسك الايفواري La Côte d'Ivoire n'est pas sa première participation à une compétition. مش اول مره كوت ديفوار تيجي هنا دي ثالث مره معروف عن مصر ان هي بلد فرعونيه ودي حاجه جميله يعني كل حاجة هنا ماشية كويس جدا وهو بيتفرج على كل حاجة وهو عايز يتفرج عليها لأن هو مبسوط الدنيا معقدة شوية بس دي حاجة بسيطة في حد ذاتها والأورجانيزيشن نفسها بسيطة يعني مبسوط جدا من الاستقبال اللي حصل هنا ومبسوط ان هم شايفين ان هم قعدوا في مكان كويس وان هم احنا بنعاملهم بطريقه كويسه بيقول انه في الكومبيتيشن عامه ناس من مستواهم ودي حاجه كويسه بس ده برضو معناه ان في ناس اعلى منهم والبطوله نفسها في حد ذاتها المستوى بتاعها عالي بس ده كويس لان هو حاسس انه هيقدر يمشي فيها. هو بيقول انه بما ان الاسك فوتبول برضه في فريق بيلعبوا في الشامبيون ليج فهم عارف ناس كتير اكيد وهو بيحب الفوتبول عامه ان هو يعرف عنها وكده. ده كان لقائنا مع رئيس بعثه اسك الايفواري. الحقيقه انا يعني عجبني طريقه احتفال فريق اسك بعد كل نقطه بيروحوا لاخر الملعب وليهم طريقه معينه كده في الاحتفال بالنقط ولكن لا جديد هو نفس الكلام اللي بيتقال على من كل البعثات ويمكن ده ما كانش اول مره يكون رئيس الوفد موجود في مصر وقال لك انا جيت مصر اكتر من مره وان هو يعني واضح الارتياح واضح الاريحيه اللي هو بيتكلم فيها والارتياح من التنظيم سواء يعني محلات الاقامه او الملعب او التمرين. الحقيقه ده لا جديد الحمد لله رب العالمين بفضل الله سبحانه وتعالى حتى الان النادي الاهلي ناجح بشكل كبير في تنظيم البطوله وان شاء الله في الباقي يعني سواء مع الرجال مع اليد وغيره ان شاء الله ستتفوق النادي الاهلي. خلينا نرجع تاني للبطوله كابتن محمد يمكن كنا بنتكلم على اربع مجاميع بكره بشكل كبير هيتحدد يمكن دور الثمانيه هنلاقي فيه مباريات ضعيفه لان احنا بنتكلم في ثلاث فرق او اربع فرق هم القويه فممكن تبقى دور الثمانيه برضو مش بالقوه مش بنفس القوه احنا عايزين بس نعرف الساده المشاهدين الجهاز الفني واسماء لعيبه النادي الاهلي برضو عشان ياخدوا حقهم طبعا واجب عليهم بسبب المجهود اللي هم بيعملوه والتعب اللي هم بيتعبوه. اتفضل يا كابتن محمد. عندنا الجهاز الفني طبعا كابتن حمدي الصافي مدير فني معاه مدرب عام كابتن ياسر صلاح معاه ايهاب عبد المنعم اداري رانيا عبد العزيز مخطط احمال ايمن فؤاد محلل تقني منة الله عادل اخصائي علاج طبيعي
وكابتن ممدوح نور مشرف عام، وكابتن مجدي بيبو مدير اداري. مجدي بيبو مدير اداري. تمام. اللاعبات طبعا نهلا سامح دي كابتن فرقه، شروق فؤاد صانعه الالعاب، مريم مصطفى ليبرو، مريم متولي، ايه الشامي، دانا شوقي دي صانعه العاب برضو، رنا الجوهري، فريد العسقلاني، نور الله ياسين، نرمين المنشاوي، رحمه المهندس، في ندى وليد ليبرو، والمحترفه كاترينا الاوكرانيه. يمكن ندى هي يعني اظهر اظهر اللاعبات، يمكن ما شاركتش امبارح، ولكن اكيد كابتن حمدي الصافي عارف جيدا امتى هيشاركها، واكيد هي هيبقى ليها دور كبير مع النادي الاهلي الفتره الجايه ان شاء الله. اتفضل يا كابتن. خلينا نقول بشكل كبير كده ده يعني اسامي الفريق. خلينا نقول يا كابتن يعني يعني نتكلم على البطوله اللي فاتت، كارتاج تونسي فاز بيها، يمكن الناس ما كانتش متابعه معانا البطوله السنه اللي فاتت، كان مشارك فيها الشمس والاهلي، يمكن كان الشمس افضل كثيرا من يعني السنه اللي فاتت، كان كارتاج هو اللي منظم البطوله، تلاقينا مع نادي الشمس في قبل النهائي خسرنا 3-2، نادي الشمس طلع الفاينل خسر من كارتاج 3-2 بعد مباراه من 5 اشواط، يمكن ما كانتش بقوة هذه البطولة، يمكن هو كان الموضوع كله مقتصر ما بين الشمس والأهلي وكارتاج، لكن البطولة دي مختلفة اختلاف كامل. خلينا نقول يا كابتن ان النادي الأهلي كمان حصل البطولة دي 8 مرات، ودي لقبه التاسع اللي هو بيجتهد انه يجيبه. خلينا نقول برضو معلومات تانية عن الفرقة، ان فريق النادي الأهلي هو بطل الدوري لسنين طويلة، يعني كرة طائرة يعني كم سنة يا كابتن فريق الطائرة عندنا دوري وكاس، كم سنة ورا بعض؟ كتير. مش تفتكرش ان من 15 سنه ما تفتكرش ان احنا خسرنا خالص، ما خسرناش ولا دوري ولا كاس بصفه مستمره، يعني النادي الاهلي على طول البطل سواء في الدوري او في الكاس. طب كابتن نشوف لقاء مع مدير فني ريفينيول الرواندي اللي احنا لعبناه امبارح وفزنا عليه 3-0، نشوف اللقاء ده وارجع لحضرتك. It's good to be in one pool with الاهلي. هم يعني مبسوطين ان هم هيلعبوا الاهلي وبيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يتدربوا كويس. So far I have been to so many championships. مش اول مره يعني تحضر بطولات كذا مره، وبالنسبه لها البطوله دي كانت رائعه وكويس. I'm proud of the Egyptians because my team. I'm proud of my team. هي سعيده جدا بالتيم بتاعها وفخوره بيهم جدا، وبتامل لهم انهم ان شاء الله هيفوزوا ان شاء الله هيكملوا بنجاح. My impression is it's okay because this is not my first time to be in Egypt. I have been here several times as in playing as a player. So انطباعها يعني هي مش مستغربه من اي حاجه عشان هي جت هنا كذا مره، دي مش اول مره، لكن هي مبسوطه وتظن انها يعني من احسن الدول في افريقيا. If we are given that chance then we shall have to go and visit some. لانها لو عندهم الوقت والفرصه الكافيه انهم يزوروا اماكن، هي طبعا اول مكان هيقدروا يروحوه هو الاهرامات. وما زلنا بنتابع مع حضراتكم كواليس البطوله، كاميرا قناه النادي الاهلي مع الفرق في محل اقامتهم، مع الفرق في ارض الملعب، مع فرقتنا كمان في كل صغيره وكبيره، وحقيقه نفس الكلام برضو في اريحيه باينه في الـ في الـ في الـ في الاقامه، في اريحيه في المشاركه، حتى الفرق اللي مش جايه تشارك الحقيقه الموضوع بالنسبه لهم تجربه جيده، خاصه ان هي موجوده او بيلعبوا بطوله بهذه القوه. يمكن كابتن محمد عايزين نعرف الساده المشاهدين، بكره ان شاء الله في مباريات، واحنا اعلنا في برومو على القناه ان ماتش الشمس بكره ان شاء الله مذاع هو وماتش طبعا النادي الاهلي. الراحه امتى يا كابتن؟ الراحه يبقى يوم الاحد ان شاء الله. ده راحه، وهيبتدي بقى يرتبوا اللجنه المنظمه تبتدي ترتب اوراقها الماتشات اللي بعد كده اهوت. اكيد هيبقى في برنامج للفرق، اذا كانت حفله بالليل او زيارات، الفرقه اللي عايزه تعمل زياره هتعمل زياره، اللي عايز يتمرن هيتمرن، اللي عايز ياخده راحه ياخده راحه. طب هل 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 هيكون يا كابتن يعني احنا هناخد لحد راحه؟ هنلعب 2-3-4؟ بتهيألي لا، يعني اكيد يعني هيبقى ممكن يبقى قبل الفاينل في يوم راحه. في يوم راحه. ممكن 8 في قبل النهائي وبعد كده يوم راحه وبعد كده فاينل. بالظبط. بتهيألي كده، والكلام ده هيتحدد بشكل كبير بقى في الاجتماع الفني بتاع الهلال. بالظبط. لحد راحه بعد يوم الاحد الراحه. وبعد كده هيتحدد فيه بشكل كبير الادوار اللي باقيه هتمشي ازاي، الفرقه اللي هتقابل بعض امتى، والمواعيد بتاعتها، مواعيد والراحه هتبقى بعد كده امتى ان شاء الله. طيب كابتن، كل عايزه تروح الاهرامات، عايزه تروح الاهرامات اكيد، عايزه تشوف منظمه هتنظم يعني زيارات سياحيه في اليوم الراحه اللي هو هيكون يوم الاحد.
هو غالبا هتبقى زيارات او اما هيبقى في احتفال وتبادل دروع. يعني لازم اليوم الحد ده هو هيحصل فيه يا اما حفله يا اما زيارات، وبتبقى حفله مجمعه للفرق كلها ورؤساء الوفود بيبداوا عمليه تبادل للدروع والميداليات وال يعني عمليه تعارف او عشاء جماعي بيبقى على مركب او في اي مكان. اكيد بيكون زي حفل استقبال على بالزبط. شرف الفرق ده بيبقى ده بيشوفه كل الفرق. لازم يكون في يوم ترفيهي وراحه للفرق كلها. بتفتكر يا كابتن ازاي استفادت مصر من بطوله زي دي؟ احنا بنتكلم على الاسم الاكبر وهي مصر طبعا، ازاي استفادت سياحيا وامنيا كمان؟ صدرنا صوره الحقيقة جيدة جدا للخارج ان مصر ما زالت وستظل بلد الامن والامان. اكيد في مردود كبير على الدولة من هذه البطولة. يكفي ان كل الفرق الاندية دي هيت هترجع دولها سفراء ومعها صور ومعها ذكريات ومعها فسحة ومباريات وكل اللي شافته هتنقله لبلادها. صحيح. والامن والامان اللي شافته في مصر وكل الذكريات الجميلة اللي عاشوها في مصر هتتنقل أكيد، وده في الأول والآخر فهو بيصب في مصلحة الدولة المصرية طبعا لأن أنت عارف مصر أفريقيا دولة كبيرة، دولة ليها تواجد أفريقي، ويمكن الفترة اللي فاتت شفنا رجوع مصر لمكانتها الأفريقية بشكل كبير، فده بيأكد ده من خلال هذه البطولة زي دي يا كابتن. وخلينا نقول ان اشتراك 30 فرقه كمان او طلب اشتراك، يمكن اللي ما حضرناش من اول البرنامج، 30 فرقه طلبت الاشتراك في بطوله الرجال، يعني برضو ده رقم كبير جدا ان فرقه تطالب بالاشتراك بالمنظر ده، في حين ان البطوله ماكسيموم بتكون 24 فرقه، فده برضو مؤشر يعني جيد ان حتى البطوله دي نجحت ويعقبها بطوله الهاندبول. صح، سوبر. يعني دي احنا هنقعد حوالي شهرين النادي الاهلي مفيش عرص في افريقيا كلها غير النادي الاهلي. صحيح. ولاد وبنات فولي هاندبول في جميع الالعاب. صحيح. فده يعني دعم للسياحه ودعم للبلد. صحيح. ان مصر هتفضل يتردد اسمها فتره شهرين على مستوى افريقيا كلها. صحيح. طب كابتن خلينا نقول يعني نقول كلام انه النادي الاهلي زي ما هو عنده فرقه كره القدم وهي الفرقه او معشوقه الجماهير وطبعا اللعبه الشعبيه الاولى في مصر، ولكن في التزام ناحيه الالعاب الصالات النادي الاهلي الحقيقه حتى الفتره الاخيره، يعني بعد تعاقب مجلس اداره جديد الناس كانت في تخوف كبير جدا انه ممكن يكون فريق الكره داخل على بطولات فممكن يكون، ولكن لقينا الموضوع مختلف تماما، لقينا دعم كبير لالعاب الصالات، لقينا دعم كبير للاجهزه الفنيه، معسكرات بالخارج للفرق اللي بتشارك، ونفس الكلام هنشوفه مع فريق اليد. الحقيقه ده بيدي رساله اكيد يا كابتن. والله هو كان في نغمه ماشيه في النادي الاهلي ان النادي الاهلي نادي كوره وان النادي الاهلي ما بيهتمش او مجلس اداره مش بيهتم غير بالكره القدم. صحيح. اتضح ان الكلام ده عكسي تماما، وان في معسكرات بتتم للكره الطايره للهاندبول ولاد بنات، تنظيم بطوله افريقيا ولاد وبنات كره طايره هاندبول، اتضح ان النغمه دي مش مظبوطه، وان مجلس الاداره الجديد برئاسه الكابتن محمود الخطيب مهتم بجميع الالعاب وبيدي كل الدعم وكل الامكانيات للفرق اللي عندها بطوله. صحيح. سواء كره القدم سواء الفولي سواء الباسكت. نعم. فده ما بيصبش على كره القدم بس، جميع. نعم. الالعاب في النادي الاهلي، النادي الاهلي سباق ورائد في جميع الالعاب. نعم. بالتالي هو ما بيوقفش دعمه او المجلس الاداره ما بيوقفش دعمه او النشاط الرياضي بيوقف دعمه لفريق معين، لا، لكل الالعاب الدعم كامل من مجلس الاداره ومن النشاط الرياضي لجميع الالعاب في النادي الاهلي. نعم كابتن. طيب احنا سجلنا ايضا لقاء مع مدير فني مدرب نيكومبا الاوغندي الحقيقه اللي احنا اللي معانا في المجموعه واللي احنا فزنا عليه في اول المباريات. خلينا نشوف قال ايه في التقرير ورجع لحضرتك. I think it's a great tournament first of all because it already has a record turn up. قال ان البطوله كويسه وان هو اتفرج على كذا ماتش وان هو لعب ماتش برضو وان التنظيمات ماشيه كويسه وكله تمام. هو قال ان هو لا مش متوقع ان هم يكسبوا البطوله، بس يعني هم جم وبيجربوا حظهم ويكتسبوا خبرات، وان اللعيبه لسه صغيره كمان فممكن بعد كده يكسبوا بطولات ثانيه. هو بيتوقع ان هيبقى الاهلي ممكن يكسب البطوله لانه فريق قوي، وكارتاج برضو والفرقه الكينيه يتوقع ان هم دول ممكن يكسبوا، دول الثلاث ماتش الثلاث فرق اللي هو شافهم وشايفهم ان هم اقوياء في البطوله.
هو قال ان هو بيحب مصر وان هو زار مصر قبل كده 3 مرات، وزارها في 2008 وزارها تاني في 2012 وزار الاهرامات ونفسه يزورها تاني، وانه حس ان هو في بيته هنا، وان احنا بلغناه بكذا اماكن تانية عايز يزورها زي الاقصر واسوان. هو قال ان هو اتفرج على ماتش الاهلي والاسماعيلي في 2012 وان هو شافه لايف في الاستاد وان الماتش كان حلو، وان هو متابع الكوره وبيحب ابو تريكه، وان الاهلي واوغندا كانوا مصر واوغندا كانوا في نفس المجموعه في كاس العالم في تصفيات كاس العالم، وان هو برضو بيحب صلاح والنني، وان شايف ان صلاح من اكبر اللعيبه دلوقتي. اوغندا فيها مناظر طبيعيه كتير حلوه، وان الجو هناك عندهم حلو برضو، وعندهم جبال وحيوانات كتير، والميه عندهم يعني عذبه وان معدنيه. وان هو بيدعونا كلنا ان احنا نزور اوغندا ونشوف الجو عندهم عامل ازاي. الحقيقه ما فيش دعايه لمصر طبعا احسن من اللي بيقوله مدير فني نيكومبا الاوغندي. الحقيقه هو متابع كره شويه، حتى البنات شايفينهم لابسين مانشستر يونايتد، طبعا لبسهم لبس مانشستر يونايتد، فواضح ان هم مهتمين بالكره. اتكلم عن صلاح، اتكلم عن ابو تريكه، اتكلم عن النني، هم متابعين كويس قوي مصر وعارفين. والحقيقه كمان اللي بيجي مصر مره بيبقى عايز يجيها تاني. الحقيقه ده كلام يعني اكيد يعني رسائل بتوصل عن الدوله المصريه. رايك ايه يا كابتن محمد عن الكلام ده؟ والله دي اكبر دعايه لمصر بطوله افريقيا ديت، واللي هيكبر الدعايه كمان بطوله الرجال. صحيح، لو جم ال 24 فرقه هتبقى حاجه عظيمه جدا. كل دول هيبقوا سفراء لمصر في بلادهم، هيحكوا شافوا ايه. صحيح. التنظيم عامل ازاي، الاوتيلات، الاقامه، الاعاشه، الانتقالات، الرحلات اللي هتتعمل لهم. صحيح. الزيارات اللي هيعملوها، فندق الاوتيل وتجمعهم مع بعض والصداقه والعلاقات اللي ما بينهم وبين بعض، كل الكلام ده ما يقدرش بمال. صحيح. عشان كده النادي الاهلي سباق في الموضوع ده. بس حتى المدرب نيكومبا الاوغندي حتى بيقول لك الاسماعيلي و2012، يعني متابع كويس. متابع كويس قوي الكوره. محمد صلاح متابع بالكوره كمان. صحيح. يعني خلينا اقول شوف يا كابتن، يعني حتى اللاعب لما بيبقى سفير عن بلده، يعني محمد صلاح سفير عن مصر كلها، سفير عن 100 مليون مصري. النادي الاهلي بيقوم بنفس الدور ده دلوقتي، انه سفير عن كل الانديه المصريه وسفير عن ملايين المصريين. بيجوا يشوفوا دلوقتي التنظيم، وبيشوفوا حفاوه الاستقبال، بيشوفوا الناحيه الفنيه حتى. يعني مش بس ان انا بنظم كويس، لا انا فرقتي بطل كمان. يعني خلي بال حضرتك، النجاح مش بس ان انا زي ما بيقولوا انظم ايفنت بشكل كبير، لا ده انا اخد الايفنت ده كمان او انافس عليه فنيا كمان. فدي حاجه مهمه. ولسه كمان بطوله الرجال وبطوله الهاندبول كمان ان شاء الله. دي حاجه كبيره جدا. يعني مصر تعرف حضرتك الهاندبول هيبقى ماتش السوبر بين الاهلي والزمالك، يعني فرقتين مصريين على صوت الامير عبد الله الفيصل، فدي هتبقى برضو حاجه كويسه. يعني الرياضه دلوقتي بقت سفيره. النهارده الرياضه بتعمل رواج للبلد، لمصر. صحيح. في افريقيا كلها، ومصر معروفه ان هي رائده في افريقيا. تعرف يا كابتن برضو حته ضيق الوقت، يعني خلي بالك احنا البطوله دي تخلص 16، عندك 9 ايام 25 بطولة الرجال على طول. 25 ضيق الوقت ان انت تجهز الملاعب تاني وتجهز الاوتيلات تاني، وبعد كده باقل من اسبوع تاني كاس السوبر هيبقى 12 ابريل تقريبا، او 11 ابريل، واليوم اللي وراه 12 ابريل و13 ابريل على طول انطلاق البطولتين اللي هي بطولة السيدات كرة يد. وكمان خلي بالك السيدات من فترة طويلة ما اشتركتش، وما شاركتش بقالها فترة كبيرة، وتشارك دي برضه رسالة ان هتقعد تاني لابطال الكؤوس، وبطوله ابطال الكؤوس ايضا للرجال هيبقوا بطولتين في نفس الوقت بيتلعبوا. يعني حجم ماتشات وحجم تنظيم جامد جدا خلال شهرين. انا متوقع ان الكوادر اللي شغاله في بطوله السيدات هتبقى هي نفس الكوادر اللي موجوده في بطوله الرجال. صحيح. ممكن هيبقى في تغيير بسيط في الهاندبول. ممكن. بس انما الكوادر هتفضل زي ما هي في بطوله الرجال والسيدات. صحيح. لان انت اوريدي عديت في بطوله السيدات، وهتكمل بيهم في بطوله الرجال، لان هي نفس الكومبيتيشن يعني. طب كابتن، ناخد لقاء عملناه كاميرا النادي الاهلي مع كابتن وجيه حمدي رئيس اللجنه الفنيه بالبطوله، لجنه الاحصاء. لجنه الاحصاء بالبطوله. كابتن وجيه اللجنه الفنيه، كابتن نور عطيه هو رئيس اللجنه الفنيه، كابتن وجيه حمدي هو رئيس لجنه الاحصاء، ولجنه مهمه جدا. خلينا نشوف قال ايه ونرجع لحضراتكم تاني. حدث عظيم جدا ان يشارك 19 فريق من تقريبا 13 دولة، ودي نسبة طبعا مرتفعة جدا، وكلهم من فرق ذات القمم. يعني من فريق يتكلف ذهاب وعودة وتكليف مادية وإعداد معسكرات قبل البطولة،
ف 19 فريق ده رقم قياسي، يعتبر رقم قياسي لاي بطولات افريقيه من قبل. ده في المقام الاول. في المقام الثاني ان النادي الاهلي لديه القدره العاليه جدا على التنظيم بشهاده الجميع، يعني من اول يوم، من اول استقبال، من على وصولهم الى بلادنا، تسكين في الفنادق، الباصات، النواحي الامنيه اللي كانت موجوده على اعلى مستوى. حقيقي من خلال التعامل او من خلال اللقاءات مع رؤساء الوفود، الكل بيشيد حقيقي تنظيم على اعلى مستوى، وده طبعا مش حاجه مش غريبه على النادي الاهلي كتنظيم. نمره اثنين، المستوى الفني بدا يرتفع من وقت الى اخر من خلال المنافسات الشديده اللي موجوده. هناك طبعا مدارس موجوده، الفريق الكاميروني عامل طفره كبيره جدا حقيقي بجد، وان شاء الله يبقى يعني اكيد من الثلاثه الاوائل. فريق قرطاج جاي مستعد كويس قوي، طبعا الفريق الاهلي راجع من معسكر سلوفينيا على اعلى مستوى، بدا بالتدرج، خد اختار في بدايه الماتشات بتاعته فريق يعني يبدا يتعرف على المستوى بتاعه الحقيقي. ان شاء الله رب العالمين بشهاده الجميع، تنظيم اكثر من رائع، اداء طيب، كرم ضيافه على ابعد الحدود، جميع امكانيات النادي الاهلي مسخره ان تكون البطوله على اعلى مستوى كنوع من انواع الدعايه العاليه، ان ان شاء الله مصر سوف تكون لها شان كبير جدا في المسابقات العالميه. يعني دلوقتي احنا نظرنا او مستقبلنا ننظم بطوله العالم للانديه، فان شاء الله من خلال هذا التنظيم، من خلال وجود الاتحاد الافريقي الممثلين في الدكتور عمرو علواني والنواب بتوعه، الدكتور عمرو علواني الرئيس نائب رئيس الاتحاد الدولي، هتتنقل الصوره دي من خلال وكالات الانباء العالميه، من خلال الفيديوهات، ان شاء الله يبقى لنا نصيب في التنظيم العالمي ان شاء الله. طبعا شفنا ده لقاء كابتن وجيه حمدي رئيس لجنه الاحصاء، والحقيقه قال كلمه مهمه، قال ان المستوى بيعلى من المباراه للثانيه. هو ادرى واحد بهذا ليه؟ لان هو الارقام عنده، الاحصائيات عنده، فهو لما يقول ان البطوله بترتفع من المباراه للثانيه يبقى الكلام ده صحيح، ولا ايه رايك يا كابتن محمد؟ والله من مباراه لمباراه الفرق بتتقدم. ليه؟ انت بتبدا كيرف واطي وبتبدا يتقلع من خلال المباريات، وهيوصلوا على النهائي ان شاء الله للقمه العاليه جدا في للفرق كلها. وخلينا اقول يا كابتن برضو الحلم اللي احنا حلمناه نزود عليه حاجه صغيره بس، ان احنا يعني مع امكانياتنا الفنيه ان احنا نقدر نشارك ان شاء الله في بطولات عالم، نقدر ننظم بطولة عالم للكرة الطائرة سيدات. ليه لا؟ إن شاء الله. والنادي الأهلي قادر على إنه ينظم. النادي الأهلي قادر، عنده الكوادر وعنده الإمكانيات إنه ينظم أي بطولة عالمية وينجحها. لعلم حضرتك ده ممكن يكون مدخلنا، يعني لما يطلب السي دي، إحنا شفنا لقاء مع الأستاذ محمد الجرحي عضو مجلس إدارة، قال لك الطلب السي دي عشان تروح الاتحاد الدولي. فإذا لما حاجة زي كده تدعمنا إن إحنا قادرين على تنظيم بطولة زي دي في بلد الأمن والأمان مصر، وفي نفس الوقت احنا نقدر نشارك فيها لان احنا نستضيفها، نكون بطل يا رب ان شاء الله نكون بطل افريقيا. فلي ده يعني حلم اكيد لكل اهلاوي. هو الاتحاد الدولي بيشوف مجموعه مقومات موجوده في الدوله دي او في النادي دي عشان يقدر يديله التنظيم ولا لا. صحيح. نمره واحد امكانياتك الماديه، نمره اثنين تسويقيا، نمره ثلاثه الملاعب، نمره اربعه الاوتيلات، الاتصالات، الامكانيات البشريه، اخر حاجه الجمهور. الجمهور لو عندك جمهور الاتحاد الدولي عشان يعمل انتشار للعبه، نمره واحد عنده الجمهور، لما بيلاقي ملعبك مليان بيديك تنظيم على طول مباشره لانه بيهمه انتشار اللعبه. صحيح. اما بيشوف منظر الملعب والاعلانات اللي موجوده والجمهور والامكانيات على طول بيوافق لك، على طول بيوافق. صحيح. واتمنى ان يكون الخطوه الثانيه ان احنا نكسب البطوله، خلينا ونقدر نقدر بعد كده نطلب تنظيم بطوله العالم. دي المشكله، الخطوه الاولى بس لينا ان شاء الله يا رب. ودي هيكون اكتر حاجه تنفع السياحه في مصر. صحيح. لان النادي الاهلي قادر على انه ينظم اي بطوله من البطولات دهيت. خلي بالك احنا شفنا في الصيف الماضي تنظيم كاس العالم للشباب، للشباب في السله، وايضا في الطايره كاس العالم للشباب. فاذا احنا عندنا الكوادر وعندنا الامكانيات، الصالات المغطاه وخلافه وخلافه، ان احنا نقدر ننظم حاجات زي كده. فانا بحلم مع حضرتك حلم، اول حلم، اول خطوه في هذا الحلم ان شاء الله نتوج ان شاء الله افريقيا يا رب ان شاء الله ان شاء الله. الحلم الثاني ان احنا مع التنسيق مع الاتحاد الافريقي ان احنا نقدر نشارك في بطوله العالم ونوجد مكان دائم للقاره الافريقيه في بطوله العالم للسيدات، وبعدين النادي الاهلي يطلب التنظيم. وبالتالي ده حلم شرعي لكل الفرق، يعني خلينا نقول ان اللي بيلاقي نفسه فيه الامكانيه الكبيره ان هو يقدر يشارك، وبالتالي مفيش فرقه اكبر من النادي الاهلي نقدر بشكل كبير ان هي تقدر تطلب تنظيم بطوله العالم. خلينا اقول ان في اليد ايضا تم تنظيم بطوله العالم في تقريبا 2007 او 2008 في صاله النادي الاهلي بطوله العالم لكره اليد. محتاجين نرجع تاني على الخريطه العالميه ان شاء الله، وبالتالي يبقى فيش احسن من فريق كره الطايره السيدات. اتمنى ان شاء الله ان احنا ناخد بطوله افريقيا ونكسبها،
والنادي الاهلي يتقدم وهو قادر على انه ينظم بطوله العالم للانديه، ودي هتبقى رواج سياحي ورواج رياضي لمصر وللنادي الاهلي ان شاء الله. خلينا كابتن ناخد بلديات اجاييه نشوف قالوا ايه مدرب فريق طبعا الجمارك النيجيري. وخليني اقول لكم حاجه، الجمارك النيجيري فريق كبير جدا هناك في نيجيريا، مش هتسمعوا الاسم ده كتير، افتكروه معايا، تسمعوه في الطايره رجال، هتسمعوه في كره اليد رجال، واكيد كره اليد سيدات. هو نادي غني معاه فلوس جمارك، وفي نفس الوقت بيهتموا جدا بالالعاب الصالات والالعاب الجماعيه، هتسمعوا الاسم ده كتير. خلينا نشوف المدير الفني قال ايه وارجع لحضراتكم تاني. سالته عن ذكرياته عن ان مصر، فهو قال ان هو ليه ذكريات كتير عن مصر، كان زار مصر من اكتر من 20 سنه، واثناء الاجتماع الفني قابل كابتن حمد الصافي، كانوا بيلعبوا من ايام كانوا بيلعبوا مع بعض، ولما تركوا اللعب هما الاثنين تركوا لعب الفولي بول اتقابلوا كمدربين، فكان مبسوط جدا ان هو قابله في الاجتماع الفني، وكان مبسوط كمان انه قابل الكابتن عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي للكره الطائره. سالته عن هل في اختلاف بين الطعام بين مصر ونيجيريا، فقال ما فيش اختلاف خالص، احنا قريبين جدا من العادات والتقاليد في الاكل وفي الطعام. سالته عن التنظيم كمان وهل ليه اي تعليق على التنظيم، فهو شكر جدا في التنظيم واتكلم ان هو سعيد ان في سيدات قائمات على التنظيم، حتى البطوله السيدات والقائمين على التنظيم سيدات، واثنى على ادائهم وقال ان هم بيذللوا لنا كل الصعاب. سالته عن فرصه في الفوز بالبطوله، فقال ان هو ان شاء الله جاي ينافس، والنهارده هيلاعب فريق بريزنز الكيني، وبقول ان شاء الله ان هو يامل ان هو النهارده يفوز ويحقق نتيجه مرضيه تخليه يبقى قادر على الحصول على المركز الاول والصعود للدور التالي ومقابله الفريق الثاني من المجموعه المقابله ليه. بيقول ان هو ماخوذ بمصر، كل حاجه كويسه، الاكل والاقامه والتنظيم، هو مبسوط من كل حاجه. بيقول انه في الحقيقه دي اول زياره ليه لمصر، وانه هو كان بيسمع عن مصر كتير، وانه جاي علشان يشوف حكاياتها القديمه، وانه هو مش بس جاي علشان البطوله، لا كمان جاي علشان يعني يعمل جوله في مصر ويشوفها، لانه كان عايز يشوفها. بيقول انه هو عايز يشوف الاهرامات طبعا، وانه المصريين كانوا متقدمين في مجالات كتيره، منها الطب منها الحساب، فهو عايز شوف كل حاجه وكل حاجه عن ابداعاتهم، بس خصوصا يعني عايز اشوف الاهرامات. بيقول ان هو كسب اول ماتش زي ما الكابتن بتاعهم قال، وما كسب اول ماتش امبارح فعلا، وان هو لو ما عندهمش ايمان بان هم هيقدروا ان هم ينافسوا وينافسوا على المكسب ما كانوش جم اصلا، وزي ما الكابتن بتاعهم قال ان هم ان شاء الله لو قدروا ان هم يكسبوا الماتش بتاعهم النهارده ده هيسهل عليهم بعد كده كتير ان شاء الله، ويساعدهم ان هم ينافسوا. ده كان لقائنا مع بعثة فريق الجمارك النيجيري. خلينا اقول لحضراتكم انه زيارة الاهرامات هي مطلب لكل الفرق، قد ايه مصر كبيرة، قد ايه بينتظروا البعثات القدوم لمصر. خلينا اقول كمان حاجة، انه كان كلامهم حتى المدير الفني قال انه كان سعيد جدا لما قابل كابتن حمدي الصافي في الـ في الـ في الـ في الاجتماع الفني، لان هو لعب قصاده الحقيقه اجيال، يعني كابتن حمدي الصافي لما كان لعيب واصبح مدير فني الان، نفس الكلام بالنسبه للفرق الافريقيه، بيبقى تلاقي فرصه للتلاقي جيده. قال ان هو نفس العادات والتقاليد في كل شيء، حتى الاكل هو مرتاحين جدا في موضوع الاكل. قال ان هو سعيد جدا انه لقى سيدات قائمات على التنظيم، لما لقى البعثه الشباب المرافق للبعثات بنات وعلى قدر عالي جدا من الثقافه واللغه، ده اسعدهم جدا. كابتن محمد يعني بيتهيألي نفس المطالب، نفس الرضا، نفس الارتياح، كان مهم جدا ننقله للساده المشاهدين والجمهور النادي الاهلي حتى يفخروا بالنادي الاهلي. والله انا لغايه دلوقتي الحمد لله ما فيش اي شكوى حصلت من ال 19 فرقه. حضرتك بتتكلم كمان كعضو في اللجنه الفنيه كمان. ما حصلش ان اي شكوى. الشكوى الوحيده كانت عشان فرقه الجزائر. صلاه الجمعه فقط. وعدلنا لها الميعاد. وعدلنا الميعاد وارتضت كمان. ما فيش اي مشكله. احنا ما كنا بنلعب في افريقيا كنت طول النهار في مشاكل. باص ما جاش. ما فيش ميعاد تمرين. الاكل مش كويس. الغرف مش كويسه.
النهارده الحمد لله النادي الاهلي بيثبت ان هو قادر على تنظيم اي بطوله خلينا سواء افريقيه او عالميه. خلينا اقول لحضرتك برضو كمان يا كابتن حاجه، البنيه التحتيه في مصر قويه، يعني لما نيجي نتكلم عن يعني تنقلات، نتكلم عن اوتيلات بنيتها التحتيه قويه، يعني لما تروح اوتيل تقعد فيه ما فيش مشاكل، الطرق، الاتصالات، طرق الاتصالات، لان يعني الفرقه دي عايزه تتصل بادارتها، عايزه تتصل بالاتحاد الافريقي، عايزه تتصل بده، عايزه تتصل بده، الاتحاد الافريقي نفسه بيبعت رساله يوميه، فشبكه البنيه التحتيه في مصر تتحمل وتقدر تنظم بطولات على اعلى مستوى. اللي انا بصيتني ان اللجان اللي موجوده في البطوله كلهم من ولاد النادي الاهلي. صحيح. سواء البنات او الولاد او القائمين او رؤساء اللجان كلهم من النادي الاهلي. دي كوادر كبيره جدا 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 بتساعد في اي بطوله. اكيد النادي الاهلي بيطلع كوادر لمصر. صح. بيعلم. صحيح. بيعلم يعني اجيال. صحيح. كل اللجان دي هي من النادي الاهلي. النادي الاهلي قادر على تنظيم اكبر بطوله سواء افريقيه او عالميه. صحيح يا كابتن، صحيح، وده ان شاء الله اكبر هديه ممكن يقدمها النادي الاهلي لمصر. كابتن محمد شعراوي طبعا رئيس قطاع الناشئات بالنادي الاهلي وعضو اللجنه الفنيه بالبطوله، شكرا جزيلا لحضرتك، نورتني وشرفتني، حطيت الضوء على حاجات كتيره جدا مهمه، بشكرك. ربنا كريم، ربنا يخليك يا هيثم، وانا بشكر قناه النادي الاهلي وبشكر مجلس اداره النادي الاهلي وبشكر نشاط رياضي في النادي الاهلي، وان شاء الله دايما النادي الاهلي سباق في تنظيم البطولات. شكرا جزيلا كابتن، نورتنا وشرفتنا. اعزائي المشاهدين، لسه مستمرين مع حضراتكم فريق 2000 لكره اليد بقياده الكفء الكابتن يحيى يوسف. حصل منذ ايام على بطوله الدوري العام، كانت بطوله صعبه، كان عنده غيابات، كان عنده نقص، ولكن استطاع انه يفوز. والحقيقه كابتن يحيى دايما بيكون في الميعاد المناسب والتوقيت المناسب وبيجيب الدوري ويرجع. اكيد هيكون لنا لقاء بعد الفاصل معاه ومع كتيبه الابطال، ما تروحوش بعيد، لازم نحتفل مع هذا الفريق البطل بحصوله على بطوله الدوري. فاصل صغير وارجع لحضراتكم.